صوت عدي حدود. أنا الأهلي، أهلا بيكم من جديد وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويوم جديد وتاريخ جديد في تاريخ النادي الأهلي، وحلقة جديدة والأهلي خط أحمر. أهلا بيك يا فارس. أهلا بيك يا أحمد، وأعتقد حلقة ساخنة نسبيا وسط أحداث كتير جدا بتحصل حاليا. بالتأكيد 13 إبريل 1928، نهائي كأس السلطان حسين بين النادي الأهلي ونادي الترسانة. نادي الترسانة بيفوز 2-1 بعد تقدم النادي الأهلي. أبو الكرة المصرية أحد لاعبي النادي الأهلي الكابتن حسين حجازي بيرفض يستلم الميداليات. تاريخ 17 إبريل 1928، مجلس إدارة النادي الأهلي يقرر إيقاف حسين حجازي 3 شهور. يغضب كابتن حسين حجازي ويرحل عن النادي الأهلي ويروح نادي المختلط. طبعا قرار الإيقاف كان قبل 72 ساعة من نهائي كاس التفوق أو كاس مصر أمام المختلط. كان وارد جدا وهذا أبو الكرة المصرية أننا نأجل قرار الإيقاف، لكن النادي الأهلي من أول سنوات حياته وأول عهده بالبطولات وهو باصص لمكان تاني خالص. تم إيقاف حسين حجازي، حق النادي الأهلي الفوز، وتألق مختار التتش. رحل حسين حجازي، رحل باحترامه لعيب كبير أبو الكرة المصرية، هيظل في عقل كل جماهير النادي الأهلي، لكن يبقى مختار التتش في قلب جماهير النادي الأهلي، ويبقى اسم مختار التتش مخلد للأبد، لأن هناك لاعبين بيخاطبوا عقول وهناك لاعبين بيسكنوا القلوب. أهلا بك يا فارس مرة تانية. أهلا بك يا أحمد، والرسالة أعتقد واضحة، وتاريخ النادي الأهلي فيه لاعبين حفروا اسمهم إلى النهاية. المرة اللي فاتت اتكلمنا يا أحمد في جملة مهمة جدا، قلنا أهم ما في الرواية هو مشهد الختام، من حق كل حد يحقق أو يقرر مشهد ختامه، ولكن يبقى النادي الأهلي هو أفضل ختام ممكن يليق بأي لاعب في كرة القدم المصرية. ويبقى الرسالة اللي وضعها النادي الأهلي من البداية، الأهلي ما بيقفش على حد، بنحترم الجميع، ولكن بإذن الله هنسطر تاريخ قادم للأجيال الجاية تتحدث عنه إن شاء الله. ندخل في قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن قبل القرارات يا فارس كان الاجتماع بشكل مختلف بسبب أحداث كورونا. الاجتماع وكالعادة زي ما بنتابع يا أحمد على مدار الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كوفيد-19، النادي الأهلي بيسبق أو بيبدأ أي نادي يشوف النادي الأهلي إزاي بياخد خطواته المختلفة. شفنا الاجتماع بالكونفرنس، رسالة يا أحمد لكل الأندية، ولكن كابتن محمود الخطيب يعني حريص على التواجد في النادي، وكان بقية الأعضاء موجودين خارج النادي، والكابتن محمود الخطيب كان حريص يتواجد في النادي. طبعا التواصل وتقليل العدد بحيث يكون في ناس موجودة في النادي وناس موجودة في البيت. انت تقدر تقضي عملك بأي شكل كان بالزبط. طبعا لمقتضيات الموقف اللي احنا أكيد فيه، اللي هو بيستدعي ان كل واحد فعلا يكون متواجد في مكانه او في مكتبه، ونقدر نتواصل ونقدر نتعامل. اعتقد او اكيد مجلس إدارة النادي الأهلي طلع بقرارات ممكن نستعرضها، وهي استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي واغلاق النادي وفروعه المختلفه لمده اسبوعين، طبعا تماشيا مع الظروف واتساقا مع قرارات الدوله. كذلك تكليف الساده اعضاء مجلس الاداره بتقديم دراسه لتنميه موارد النادي لمواجهه الظروف الطارئه الاستثنائيه الحاليه بعد قرار تعليق النشاط الرياضي. وتكليف الاداره التنفيذيه وكل من مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكره ومدير قطاع الناشئين ومدير اكاديميه كره القدم، كل في مجال عمله، لوضع التصور لمواجهه تداعيات ازمه فيروس كورونا وما تترتب او ما ترتب عليها من توقف النشاط. كذلك اعتماد مجموعه من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الاجهزه الفنيه المختلفه لمتابعه اللاعبين في مختلف الفرق الفرديه والجماعيه، والتاكيد على سلامه الجميع واتباع كافه الاجراءات الوقائيه لمواجهه فيروس كورونا، وده هو المهم، سلامه الجميع داخل النادي الاهلي واتساق النادي الاهلي مع قرارات الدوله، وان شاء الله نعبر الازمه دي بسلام وتعود كل الامور بشكلها الطبيعي مره اخرى. فارس، وهو ده احمد، انت مش مجرد بس بتقول توصيات او قرارات، لا، زي ما قلنا وجود كابتن محمود الخطيب في النادي ووجود الاعضاء من خلال الكونفرنس اللي حصل ما بينهم، انت قادر تواصل عملك بشكل اخر، قادر تحقق اهدافك، قادر تخلق كمان دوافع او افكار تقدر تستفيد بيها من التوقف ده، ولا تكل ولا تمل من فكره ان انت تحاول ترتقي بالنادي الاهلي، ودي رساله الجميع، وربنا يحفظ مصر وكل من عليها يعني.
وننتقل بقى لحاجه تانية. هو حرس الاسبوع تقريبا احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات ولكن عن قضيه تجديد، هل الكابتن احمد فتحي هيجدد ولا لا، ولكن لجنه الكره او لجنه التخطيط كان لها توصيات او قرارات. استاذ احمد، افضل ما في النادي الاهلي فيما يخص التعامل مع كابتن احمد فتحي هو مبدا الشفافيه. كتير جدا من الناس كانت بتندهش لفكره ان النادي الاهلي نزل بيان، النادي الاهلي اعلن قبلها عن اول اعلان بتاعه اتكلم فكره عدم وصول لجلسه ما بين كابتن احمد فتحي والنادي، ثم تبع ذلك فكره ان النادي الاهلي اعلن موعد محدد للجلسه، كابتن احمد فتحي تواجد، ثم النادي الاهلي خرج ببيان كان غريب بالنسبه لبعض فكره ال 48 ساعه، ثم البيان الختامي اللي اتقال فيه الاهلي يتمنى التوفيق لاحمد فتحي. الفكره هنا في ان النادي الاهلي تعامل بخطوه سابق فيها. اللاعب له قراره وهو حر فيه، ولكن النادي الاهلي له جماهيره. مجلس إدارة النادي الأهلي بيحاسب من جماهيره على فكرة نجاحه أو عدم نجاحه في التجديد للاعبين. النادي الأهلي في اشتراطات وضعها اللاعب، النادي الأهلي استجاب ليها بشكل معين. كان في مرونة من النادي الأهلي في التفاوض، كان في احترافية. بدأ النادي الأهلي لما يشعر بشكل مختلف من الجانب الآخر وهو حقه، ولكن حق النادي الأهلي في أن يفضل الجمهور عارف التطورات. وأعتقد بعض الوقت كان بيحاول النادي الأهلي الحفاظ على اللاعبين وهو يفعل ذلك دائما، ولكن كان بيبقى فيه مبالغة في فكرة ان انت تيجي على نفسك وما تعلنش كل الكواليس عشان خاطر تحافظ على اللاعب. لا، انت ممكن تحافظ على اللاعب ومش شرط تعلن كواليس تفصيل، لان الكواليس بتاعت المفاوضات احمد ما خرجتش بشكل واضح من النادي الاهلي، ولكن خرج التدرج بتاع ازاي انا حاولت احافظ على اللاعب وازاي قدمت اعلى حاجه طلبها اللاعب، واللاعب قرر قرار اخر من حقه يحدد مصيره. وده كمان يا فارس في احترام للاعب برضه، لان احمد فتحي اكيد تاريخ كبير حتى لو هو له اتجاه او متواجد في النادي الاهلي كمحترف، فهو في النهايه النادي الاهلي تعامل معاه زي ما انت قلت بشكل احترافي. اذا كنت انت كلاعب محترف فانا بالتالي نادي محترف، وانا نادي مسؤول امام جماهيري. هي دي يا احمد. وانا ما لو قدرت خلاص وليا سقف للتعاقدات وليا الكلام، وكان يتلائم معاك وصلت للي انت عايزه، وده اللي هنستعرضه بعد كده. لكن في النهايه انت خدت اتجاه مختلف، فالنادي هو مسؤول امام جماهيره ان هو كان بيحاول يحافظ على اللعيب بقيمه الكابتن احمد فتحي، ولكن الكابتن احمد فتحي اختار طريق اخر وخطاب العقل، فبالتالي النادي الاهلي قادر على تعويض الكابتن احمد فتحي، سواء بقى التعويض ده يكون بتعاقدات خارجيه، سواء لاعب اجنبي وفي اسماء مطروحه بالتاكيد، او لاعب عربي او لاعب محلي، او حتى تعويض فني من داخل الملعب، وعندنا اسماء كتيره ولاعيبه كتيره تقدر تلعب المركز ده، سواء الكابتن حسين الشحات او الكابتن كريم نيدفيد مع محمد هاني. فالامور ان شاء الله في النادي الاهلي زي ما قلنا بخير، لكن كان واضح جدا النادي الاهلي مع الكابتن احمد فتحي اللي كان يبدو ان نادر شوقي كان شايف ان الامر ما كانش بنفس الوضوح ده. نشوف فيديو الكابتن نادر شوقي وهو بيتكلم عن قضيه تعاقد او عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي. قال الكابتن احمد فتحي لم يصارح الكابتن نادر شوقي وقال لك والله يا كابتن نادر انا عندي بيراميدز وعندي زمالك وعندي محله وعندي كذا كذا وعندي لا 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 صارح لا صارح 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 صارحك قال لك انا عندي كذا وعندي كذا. طيب ليه هنا المفاوضات استمرت مع النادي الاهلي طالما ان هناك مصارحه بان هناك عروض اخرى؟ ده السؤال اللي الناس بتساله. لان تاني كان في اتفاق ان المبلغ في النادي الاهلي يوصل لرقم، فبالتالي ما فيش عروض ثانيه هنتكلم فيها. كويس، والا كنا مش ما حصلناش في مصر بس، ما انت ممكن تبقى مشغولتي ان انا اجيب عروض. فاهم قصدي؟ قبل كده عملت كذا حاجه. لكن النهارده انت الدايركشن بتاعك انا رايح الطريق ده. الطريق ده انا جبت خلاص اللي انت عايزه فيه، كويس؟ فبالتالي لا حصل بقى بعد ما جبنا ده لا حصل تراجع، فالتراجع وبعد كده ما حصلش تراجع قبليها بيوم، ده حصل تراجع في القعده نفسها. اعتقد كلام واضح جدا، كابتن احمد فتحي كان في هدف معين عايز يوصل له في التفاوض مع النادي الاهلي، قدر نادر شوقي ان هو يوصل للهدف ده. الكابتن احمد فتحي حصل عنده تراجع لاسباب ما تخص الكابتن احمد فتحي طبعا هو حر فيها، ولكن في النهايه النادي الاهلي له سقف في التعاقدات. ميز الكابتن احمد فتحي كفاءه اولى طبيعي، وقدر حجم بطولات وتاريخ وجهد الكابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي، لكن في النهايه الكابتن احمد فتحي له طريق تاني مختلف. حتى الخلاف اللي حصل بينه وبين نادر شوقي ده لا يعنينا في شيء، ما يعنينا ان النادي الاهلي حاول قدر الامكان يحافظ على اللاعب في حدود السياسه اللي وضعها النادي الاهلي في التعاقدات والتجديدات، ولكن الامر ما وصلش للاتفاق.
وبالتالي احترام الكابتن احمد فتحي والاهلي مكمل في طريقه ونقطه ومن اول السطر ونقلب الصفحه واكيد هنبدا صفحه جديده ان شاء الله تكون برضو انتصارات وبطولات. صفحات النادي الاهلي لن تتوقف عند لاعب، وزي ما قال كابتن ثابت البطل وزي ما بنردد دايما النادي الاهلي خيره على اي حد. وكابتن ثابت لما قال اي حد اتكلم عن مجلس اداره، عن لاعبين، عن اي حد. النادي الاهلي هيفضل هو فعلا فعلا القيمه الثابته اكتر من اي لاعب. قيمتك وانت داخل النادي الاهلي في قلوب جماهير النادي الاهلي. إذا كان لك قرار آخر يحترم تاريخك مع النادي الأهلي، وشفنا على الحلقة اللي فاتت يا أحمد إزاي كابتن حسام وكابتن إبراهيم حسن كانوا على مدار الحلقة معانا في دوري 85 و96 بالظبط، ولكن فيما بعد النادي يقيم المواقف والجمهور يقيم المواقف والتاريخ لا ينسى. ولكن بعيدا عن اللاعب وبعيدا عن مسألة التجديد، كان في حاجة مختلفة جدا، الحالة الإعلامية اللي رصدناها اللي كانت غريبة، وكأن النادي الأهلي متضرر أول من موضوع الحظر فيما يخص التصريحات الخاصة بالبرامج. كل الأسئلة، مفيش ضيف ما بيتسألش في فكرة تجديد اللاعبين. مر علينا في جميع الأندية يا أحمد، لاعبين بتمشي وبتيجي وبتجدد وبتقف جنب رئيس النادي تتعاقب ويتقال له لا قول للجمهور كذا، شفناش أي تناول إعلامي خالص. أنا آسف إن أنا أقول الكلمة دي وهي حقيقة، أي حد يغطي أزمات حصلت للاعبين بالتوقيتات ويقارن هيقول أن البعض يخشى الحديث عن أندية أخرى، وده شيء سيء جدا. أحيانا احترام ونبل النادي الأهلي بيفهم بشكل خطأ، وده اللي كان رأي واحد من أساتذة الإعلام في مصر كابتن أحمد شوبير، نسمعه قال إيه فيما يخص تجديد اللاعبين أو موقفهم من النادي الأهلي. شوية فاللي عايز أقوله أنه حضرتك اللي بتهاجم دلوقتي، انت عايز تخبط في النادي، بتخبط في النادي الاهلي ليه؟ ما تخبطش في النادي، ما في لعيبه كتير في انديه كتير مشت. ما تخبطش هنا خلاص، هنا انا متعاطف جدا مع اللعيبه، انا شريف وحسام دول من اعز حبايبي من اعز اخواتي يعني. لكنه اتصور انه التفكير والخروج من باب الكبير بيبقى كويس. كابتن عماد متعب في حديثه مع كابتن سيف زاهر او استاذ سيف زاهر قال جمله مهمه جدا، الاعلامي هو اللي بيدفع الضيف للاجابه عن اسئله معينه. هنا الحديث ليس عن كابتن عماد متعب، له كل الاحترام، ولكن احنا بنتكلم في فكرة الضيوف اللي كان بيوجه ليها سؤال ثابت وواضح، لدرجة ان البعض يا احمد جاب كابتن جمال عبد الحميد على التليفون بيقول له ايه رأيك في رحيل كابتن حسام عاشور؟ انت بالخلفية الذهنية البدائية عند اي اعلامي جايب كابتن جمال عبد الحميد اللي كل حلقة يطلع يتكلم في موضوعات معينة مغلوطة ومنتظر هيجاوب يقول ايه؟ ويا ريت بقى كل الضيوف كابتن جمال عبد الحميد، لا في ضيوف برضو، بس عشان فكره التعقيب على بس كابتن عماد متعب طبعا لكل التقدير واحترام طبعا. لكن هي فكره برضو انت لازم تكون برضو واخد بالك من السؤال بيتوجه لك ازاي عشان ما تروحش معاه الفخ في سكه يعني. اجابه او ياخدك في فخ معين صح. يعمل مشاكل مع الجماهير، فلازم نبقى حذرين جدا خاصه لو الامر اتكرر مره واثنين، وانا عارف ان الامر بيتكرر بحسن نيه، فاحنا بنخاطب الناس اللي عندها اخطاء بحسن نيه ان تاخد بالها من السؤال اللي متوجه. لكن الامر لما يوصل بقى ان انت تكلم احد نجوم نادي الزمالك فهو اصلا يستغرب من السؤال ده اللي حصل مع كابتن سابق في النادي الاهلي الكابتن محمد فاروق وهو بيوجه سؤاله للكابتن احمد حسام ميدو. نشوف التعقيب. وانا برضو يعني نصيحتي لحسام عاشور ان اوعى تخسر حاجه، يعني اوعى تخسر اي انجاز واي تاريخ كتبته مع الاهلي، اوعى تخسره لاي سبب من الاسباب، لان هو ده اللي هيبقى لك. وساعات اللعيب بيبقى وهو لسه بيبطل او هو لسه بيمشي من مكان بيبقى في الهيت والسخونيه، ممكن ان هو يعني يخسر ويغلط. ف انا نصيحتي لحسام اوعى تغلط الغلطه دي، لان التاريخ اللي انت كتبته جوه النادي الاهلي هو اللي هيبقى لك طول حياتك وهو اللي هيبقى لاولادك، فدي مهمه جدا، اهم من اي فلوس انت ممكن تعملها في اي مكان تاني. طب رمضان صبحي كابتن احمد، هو انت بتسالني على الاهلي ليه كله؟ انا طيب انا يعني الموقف الحالي خلي بالك احنا انت نجم كبير وارائك دايما الناس بتنبسط بيها وبتقتنع بيها بشكل كبير، فانا الاحداث اللي موجوده عندي دلوقتي كلها اهلي الزمالك. اسالك وجاي لك، انت زعلان مني؟ احنا حبايب، احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض. لا حبيبي رمضان يا كابتن.
ماله رمضان موقفه على على يعني هل تواجده ونادي هادرسفيلد نفسه؟ خلينا نتوقف فقط عند الاول، يعني عند الكابتن احمد حسام ميدو واحترافيته الشديده، ورغم ان هو منتمي لنادي الزمالك ولاعب سابق في نادي الزمالك، ولكن فكره النصيحه اللي بيوجهها الكابتن حسام عاشور وهو كابتن النادي الاهلي، واحنا قلنا قبل كده اتكلم عن فكره تاريخه وتاريخ ابنائه، طبعا اتكلمنا وجهنا رساله الاسبوع الماضي لكابتن حسام عاشور، وطبعا هو اكيد حر في القرار وان شاء الله ياخد القرار اللي هو مناسب ليه والصالح ليه، ويبقى تاريخ كابتن حسام عاشور لا مساس به في النادي الاهلي. اما بقى الفكره ان الكابتن محمد فاروق بيساله من حسام عاشور لرمضان صبحي، الدرجه ان الكابتن احمد حسام انت ليه بتسالني عن النادي الاهلي؟ فالكابتن محمد في الرد كان مفيش احداث، لا موجود احداث والله يا كابتن محمد، بس انت حاول تسال في الايه، في الكابتن احمد حسام ميدو جاي نجم من نادي الزمالك، كان في ممكن احداث تساله فيها عن نادي الزمالك، عن تجديدات، عن لاعبين محترفين، عن حاجات كتيره جدا، لكن ليه السكه دايما ماشيه في قضيه النادي الاهلي؟ وكمان في كلام ان نهايه الكابتن حسام عاشور جت ازاي، برغم ان في نهايات صعبه كتيره جدا حصلت في انديه اخرى ومحدش اتكلم عليها وعدت مرور الكرام، فيا ريت الاعلام يكون، احنا مش طالبين انت ما تتناقش في قضايا النادي الاهلي، لكن تبقى موريني انا وانا قاعد مشاهد ان انت في حياد في الامر، مش بتضرب في حته وخايف من حته تانية بتحصل فيها مشاكل اكتر بكتير من اللي موجود في النادي الاهلي. بص يا احمد، انا عايز، بص في حاجه انا مستغربها، كابتن ميدو ذكي جدا جدا، ممكن وهو في مداخله يوصل لك رساله من غير ما يتكلم في الرساله دي نفسها، وانا بحييه على ذكائه والضحك اللي ضحكوا بعد السؤال، وكان مقصود جدا، هو الراجل لا يستنكر فكرة انه يسأل، لا ده لكن كمان هو استجواب فيما يخص النادي الاهلي، بنأكد برضو على نقطة حاجة اللي فكرة مش انا بتلقى السؤال فبمشي وراك، يا ميدو ما وقفش، وقف عند النقطة دي كابتن ميدو احمد ميدو، وده اللي احنا قلناه ان فكرة ما تمشيش، ميدو عمل كده كم حد بقى ممكن يعمل كده؟ نتمنى بقى، فنتمنى فعلا الرسالة توصل يا احمد. وننتقل بقى لحاجة مختلفة ومسار غريب جدا، انت سهل احمد تشوف العالم كله، اكيد انت بتتابع الاخبار رياضيا بيفكر بطريقه يعني. واحنا عندنا بنشوف الشكل بطريقه تانية. الاصل يا جماعه في اي موضوع ان انت مصلحه اللاعبين وصحتهم قبل اي حاجه، ولكن انت كمان حريص ان طالما في قدره لاستمراريه المسابقه او حسمها بشكل فير، يبقى انت كاعلامي ده دورك. البعض يتحدث احمد وكان الكورونا مرتبط بالدوري المصري فقط، ممكن تلاقي الضيف ايه رايك في الغاء الدوري المصري بسبب الكورونا وتبعاته؟ دوري ابطال افريقيا لا، كاس مصر لا، لا ما اصل احنا في لنا امل في دوري ابطال افريقيا. ما انا عايز اقول لك حاجه بقى، انا اللي عايز اقول لك حاجه، وانت فاهم النوايا، انا عايز اقول لك ان انا زعلان ان احنا متصدرين الدوري ده، كان كمل وكان الناس اللي بتحارب لالغاء الدوري بقت بتقول ازاي وحقنا وده حق مشروع. بس الفكره انت كاعلامي، احنا لا ننظر على حد، ولكن دي رساله العقل والمنطق، عندك في ناس مرتبطه بالمجال ده سواء عاملين لاعبين برامج كل المجال، انت طبيعي حريص على صحه اي حد في المجال ده، ولكن انت كمان لا تبادر بالتطوع بفكره ان النشاط ما يكملش، اكيد ده مش منطقي، انت حريص ان هو يكمل الى اخر درجه الى ان الدوريات الاخرى او العالم في مشهد عام يتكلم في عدم القدرة على ان احنا نعمل ده. بس الاصل في الموضوع انك بتدعم ان اللعبة تستمر بكل مشتملاتها. وعايز اقول حاجة، انت لو المشكلة عندك ان احنا الدوري ال 42 في طريقه، فيا سيدي انت 12 دوري، الفرق كبير قوي، الدوري ده مش هيعمل حاجة، يعني احنا باصين لفرق تانية وارقام قياسية تانية في حاجات تانية خالص، فما تخليش النقطة اللي صدقني مش هتفرق معاك تبقى هي الشغل الشاغل ليك. يعني هي هتفرق، بس الفكرة كلها زي ما انت قلت الناس بتفكر في ان الحياة تستمر، واحنا عندنا هنا فكرة الغاء الدوري. طب بالنسبة لدوري ابطال افريقيا، احنا في دور قبل النهائي ان شاء الله هيتلعب، يعني كورونا. ما فيهوش كورونا في افريقيا، لكن الحقيقة عندنا اخبار نشوف الناس بره بتفكر ازاي وبتتكلم ازاي وبتاخد قرارات ازاي. فالدوري البلجيكي اعلن الغاء البطولة المسابقة، ومستني توصية اللجنة في 17 ابريل تقريبا، وقال ان خلاص في فريق متصدر كلوب بروج متصدر خلاص ب 15 نقطه، ولسه باقي المرحله الثانيه، لان هم عندهم نظام غريب شويه في الدوري كده، بيصعد اول ست فرق وبيعمل تصفيه مع بعض وحاجه زي كده، فكره البلاي اوف. فبالتالي قال لك لا خلاص كلوب بروج هو بطل المسابقه وهو بطل الدوري، هو متصدر ب 15 نقطه برغم ان في مرحله تصفيه، ولكن الناس صار قرار الرابطه بقى للتصديق على القرار ده. ده الاهم بقى، ان القرار ده
دفع الاتحاد الاوروبي للتفكير بشكل مختلف وارسل خطاب ل 55 اتحاد عشان الموضوع المسابقات المحليه اللي احنا كنا بنقوله بالظبط يعني كمل مسابقاتك. اوروبا تركز على استئناف بطولات كره القدم في يوليو واغسطس. انت بترحل طول ما في امكانيه ان انت تستأنف بترحل، وبتوصي ان لا مفيش اي كلام عن فكره الغاء او ان الدوري، لان ده تسويق ده وده رعايه وده انديه يا احمد. انت نفسك وانت بتقول كده، انت عندك لاعبين هيعانوا من مشكله ماليه، عندك تسويق هيقل، عندك كل المشكله دي. ما ينفعش ابص لفكره اصل الاهلي هياخد الدوري. تعامل كمحترف. فيفا احنا بنجيب لكم كل حاجه، الدوري البلجيكي عمل حاجه، فالاتحاد الاوروبي قال لا وبعت توصيات ان الدوري هيستمر حتى لو هنضطر نلعب بشهر نلعب شهر يوليو واغسطس، وكمان البطوله القاريه بعد الدوريات المحليه، وقرار او توصيه بانهاء المسابقات المحليه. ده موضوع مهم جدا بالنسبه للناس. كمان الفيفا خدت ثلاث تعديلات او ثلاث قرارات لان الناس دي بتفكر في فكره ان الحياه تستمر، فبالتالي انت كان الموسم عندك بيخلص شهر يونيو خاص بقى باللاعبين عقود اللاعبين. انا دلوقتي متعاقد مع لاعبين في يونيو، هعمل ايه؟ فالفيفا قال اصدر ثلاث تعديلات اتساقا مع الماده 18 في لوائح الفيفا خاصه بعقود اللاعبين للحد من عواقب تفشي وباء كورونا. اول حاجه تمديد عقود اللاعبين حتى الموعد الجديد لنهايه الموسم، اللي هو الموعد اللي غير محدد. انت لو عقدك مع النادي هو ساري لحد ما الموسم ده ينتهي. ليه؟ انت عندك العقد الموسم كان مرتبط بمده زمنيه اللي هو 30 يونيو، بالتالي تمددت عقدك على قوتها اتمدد. بالزبط. دي اول نقطه. معانا النقطه الثانيه، تاجيل تفعيل العقود الجديده لتبدا مع الموعد الجديد لانطلاق الموسم المقبل. دي مرتبطه طبعا بالنقطه الاولى، فانت العقود الجديده خلاص هتبدا مع الموسم الجديد ايا كان ميعاد بدايه الموسم الجديد. طب في حاله التداخل ايه اللي يحصل؟ في حاله تداخل الموسم وعدم اتفاق الناديين على موقف اللاعب بتمنح الاولويه للنادي السابق لاكمال موسمه بقائمته الاساسيه من اجل ضمان نزاهه الدوري المحلي. انا عندي لاعب في دوري بدا وموقع لنادي في دوري اخر. عايز اقول لك ان القرار ده يعني مش مؤامره ولا حاجه، بس القرار ده هيخدم النادي الاهلي لان رمضان كان صبح. رمضان صبحي كان هيخلص 30 يونيو، دلوقتي خلاص رمضان صبحي معانا لنهايه الموسم، اللي يبقى في سبتمبر عادي بقى من رمضان معانا لنهايه الفكره يا احمد ان الاتحاد الدولي وكل الاتحادات بتحاول تحافظ على حقوق الانديه وحقوق اللاعبين، وانت من حقوقك كانديه زي ما قلنا ان انت كمان تفكر بشكل احترافي بعيدا عن فكره المكايده او المستوى ده من التفكير. وال42 ان شاء الله جاي المكايده موجوده في اللي جاي. ده احنا عندنا لا ده هنا عندنا مكايدات تاريخ كمان. عندنا طبعا بعض التصريحات اللي هنرد عليها اللي بتكون في شانها يعني شيء مغلوط شويه عن النادي الاهلي، طبعا منهم الكابتن محمد صديق لاعب نادي المصريه للصالات ولاعب نادي الزمالك ولاعب نادي المقاولين العرب، لاعب فتره في النادي الاهلي سنه او سنه ونص تقريبا مش متذكر، طب يعني سنه ونص في الرينج ده، سنه او سنه ونص موسم او موسمين. كان لاعب باخلاقيات عاليه جدا وكان بتصريحات جيده جدا، ولكن انت عارف فكره ان الباب مقفول شويه في النادي الاهلي فابدا اكسب البطوله الزائفه زي ما احنا عارفين. بالظبط، فطلع بتصريحات غريبه جدا عن شخصيه اصلا ما ينفعش تقبل عليها التصريحات دي، هو المستر مانويل جوزيه. تعالوا نشوف الكابتن محمد صديق قال ايه ونرجع تاني. اللي شفته في الوقت دوت كان مين؟ بص يعني عايز اقول لك حاجات جوه الفرقه، يعني انا مش عايز اتكلم، يعني انا كنت بتكون بتلعب اساسي مثلا ستاندر على طول، وبعد كده لما يجي لعيب يعمل مشاكل عشان تيجي تلعب فينقي مين يقعده فينقي محمد صديق يقعده. حصل في اليابان الكلام دوت لما لعبت انا لعب نهائي افريقيا لعب نهائي افريقيا رايح جاي صفاقس رايح جاي ولعب البطوله الحمد لله. كنت انا وائل جمعه وشادي احنا اللي بنلعب بس. هو جوزيه كان حد بيقول له تلعب مين وما تلعبش مين؟ ايه؟ ايوه. ازاي؟ ايوه حصل جوزيه؟ حصل جوزيه. انا في لعيب استنى بس انا بتكلم بجد استنى بس يعني جوزيه بشخصيته بتاريخه بانجازاته كان في حد بيتدخل في تشكيل اللي بيحطه انا مش لاعب انا مش لاعب نهائي افريقيا صعب انا مش لاعب نهائي افريقيا انا مش لاعب نهائي افريقيا انا عارف جوزيه وعشرته يعني مش الشخصيه اللي حد يقول له تلاعب مين وما تلعبش مين. ايه انت خدت الميكروفون ومش طب اطلع انا على المسرح سيبنا اطلع على المسرح يعني في حد كان بيتدخل في التشكيل اللي بيحطه مانويل جوزيه؟ ما انت تقول لي انا راجل مدرب اصل ده تخمين ولا معلومه؟ وقالت لي اي مدرب في العالم ده تخمين ولا معلومه؟ لا تخمين 100% تخمين 100% كراجل احساسي كمدرب انا راجل مدرب دلوقتي لعيب كره قديم وقالت لي اي مدرب في العالم يكون بيلعب بتشكيل
افريقيا كله دور الاربعه والثمانيه وقبل النهائي والنهائي وتروح تلعب في كاس العالم اول ماتش وتنقي واحد من 11 تشيله وتحط واحد تاني. يعني كنت شايف مين اللي بيتدخل في التشكيل اللي بيحطه؟ لا مش تداخل، هم يعني اقول لك حاجه حلوه. كان في تشكيل بيلعب بتاع 2005 وكان الدنيا حلوه وكان بركات وعماد النحاس. ايوه ما انت كنت بتقول انا بلعب اساسي. ايوه انا كنت بلعب اساسي. طب وايه اللي حصل؟ وانا اللي شلت نفسي؟ هو في ناس جوه الجهاز حبت ان هو تعيد التشكيله الذهبيه تاني، ان هم مين الناس اللي جوه؟ الله اعلم الله اعلم. كان كابتن حسام بدري اللي موجود ولا ممكن حسام بدري كان موجود قائم باعمال مدير الكوره ازاي وهو اللي جايبك؟ لا انا مش هقول، انا ما قلتش هو اللي جايبني يعني. يعني هو هيجيبني والخواجه هيقول لا مش عايزه هيجيبني غصب عنه؟ لا طبعا يعني. هو انا ليه قلت الكابتن محمد صديق لاعب سنه او سنتين؟ انا مش فاكر، لان طبعا سمع التصريحات دي، بس التصريحات دي يا كابتن محمد بتقول ان انت ما عبرتش من قدام سور النادي الاهلي. الكلام موجه على انه لمانويل جوزيه، لكن ما تنساش ان الكابتن مانويل جوزيه ده وسط اداره النادي الاهلي اللي بتدير الاعمال بشكل مؤسسي. مفيش اداره للنادي الاهلي مستحيل تفرض على اي مدير فني سواء كان قوي الشخصيه او ضعيف الشخصيه فكره التدخل في التشكيل. فاستبعادا لمدى قوه كابتن مانويل جوزيه الاول شخصيته، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. واعتقد انت شفت تصريحات ريني فايلر الفتره الاخيره والوضع ازاي وانا ايه والاداره ايه واداره النادي الاهلي طول عمرها بالشكل ده. فده اولا بخصوص اداره النادي الاهلي. بخصوص مستر مانويل جوزيه اللي في 2001 كان ابراهيم سعيد عامل مشاكل كثيره جدا، ولما كان مستر مانويل جوزيه بيصر على انه يلعب المباراه كان بيلعب المباراه، لدرجه ان في بعض الاوقات كان كابتن ابراهيم سعيد واتحكت الواقع بيلبس نظاره ولا ما يلبسش نظاره، وبرده الكابتن مانويل جوزيه اصر على انه يلعب ويحتفل بعد المباراه واشياء من هذا القبيل. بالاضافه اساسا اللي كانت بدايته مع النادي الاهلي هي ايقاف 5 لاعبين من الفريق الاول ونزلهم يلعبوا مع الناشئين، واسماء ثقيله اسماء كبيره، وده راجل كان في اول سنه في النادي الاهلي. متخيل بعد ما ياخد البطوله الافريقيه ويرجع المره الثانيه هيسمح ان حد يتدخل في التشكيل؟ متخيل ان حد في مجلس اداره النادي الاهلي ممكن يفكر بالشكل ده وان هو يعمل تآمر او يدعم لاعب على حساب لاعب في التشكيل؟ الكلام ده اكيد يا كابتن محمد مش موجود في النادي الاهلي اطلاقا. ربما انت عصرت الكلام ده في انديه اخرى، لكن الاكيد ان هو مش موجود في النادي الاهلي. لذلك انا فعلا مش عارف انت لعبت سنه ولا سنتين في النادي الاهلي ولا ما عدتش من قدام النادي الاهلي. الاهم نحقق في الكلام اللي انت قلت فيه تخمين 100%، يعني كمان بتبني اللي هو مفيش حتى 1% معلومه مؤكده، لا ده تخمين 100%. تخمين 100%. طب نوضح لك الامور، ان انت قلت بتلعب مع شادي كابتن شادي طبعا وكابتن وائل جمعه. حابب اوضح لك ان قبل ما تنزل الملعب كان في قيمه كبيره جدا اسمها كابتن عماد النحاس، ما كانش رقم واحد بس في النادي الاهلي، كان رقم واحد في مصر، لان كنا وقتها بنلعب بليبرو 3-5-2 ولا مفيش غير عماد النحاس. فبالتالي الكلام ان التشكيل قبل اصابه عماد النحاس كان عماد النحاس اساسي، وائل جمعه، شادي، محمد، وكابتن احمد السيد برضه موجود، والكابتن احمد السيد بيخش يعني. بالظبط مش موجود الكابتن محمد صديق. اتصاب الكابتن عماد النحاس اصابه قويه في 21 يوليو 2006 حرمته من انه يكمل البطوله الافريقيه، وسمحت ليك باعتبار ان خلاص بنحتاج لعيب بديل للكابتن عماد النحاس ان انت تقدر تشارك، وشاركت فعلا زي ما انت قلت في نهائي الصفاقسي ذهاب وعوده. مع ان في نقطه كده انا يعني لو ركزت فيها هتفهم ان بمجرد عوده الكابتن عماد النحاس مين اللي هيتشال من الثلاثه اللي في الملعب؟ مستر مانويل جوزيه في الدقيقه 70 في مباراه الصفاقسي تغييره في العوده هناك لما احتاج يزود عدد المهاجمين قال هطلع مدافع. فكر مين المدافع اللي طلع في الدقيقه 70، وانت تعرف مين المدافع اللي هيخرج من التشكيل وقت ما يرجع رقم واحد في مصر؟ الكابتن عماد النحاس. فعلا رحت لعبت اول مباراه مع اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه، رجع الكابتن عماد النحاس وقتها، شارك الكابتن عماد النحاس. بس حابب اقول لك ملحوظه ان الكابتن احمد شديد قناوي كان اساسي ايضا في مباراه اوكلاند سيتي. لما انت اتشلت من التشكيل وجا الكابتن عماد النحاس بقيمته اللي كل مصر عارفاها، كمان جاء كابتن طارق السعيد اللي كان جاي مع حضرتك من الزمالك ولعب على حساب احمد شديد قناوي، فمستحيل ابدا تكون المؤامره عليك وعلى شديد قناوي بقدر ما هو الامر فني اجاده في ماتش انترناسيونال
وكمان نزل الكابتن حسن مصطفى اللي على حساب الكابتن عماد متعب اللي كان اساسي في الماتش الاول، فدي كلها تغييرات مباريات فنيه وامور فنيه. وكمل الكابتن طارق السعيد مكان كابتن احمد شيري ناوي، وكابتن وكمل الكابتن عماد النحاس مكان حضرتك، فاعتقد الامور فنيه بحته. حاجه يا احمد، في مباراه كلوب امريكا اللي بعدها شارك كابتن محمد صديق لدقائق، فالموضوع ملوش علاقه بالتربص. احنا حبينا نوضح الامور سواء فنيا سواء عن شخصيه كابتن مستر مانويل جوزيه، والاهم شخصيه النادي الاهلي اللي هي لا تسمح بالتدخلات. وكمان لما جبنا الوقائع اللي انت اتكلمت فيها اعتقد الامور بقت واضحه، ان الكابتن عماد النحاس انت لعبت عشان اصابته، ولما يرجع من الاصابه طبيعي ان هو ينزل يشارك مره اخرى. واعتقد كمان الكابتن طارق السعيد شارك المباراتين التانيين على حساب احمد شديد قناوي. ده كان في مفارقه في الكلام يا احمد وسط السطور قويه جدا وفيها قمه التناقض. طبعا هو حب يوحي الموضوع ان من عند مستر مانويل، فطبعا مهيب ما تقبلش الفكره لان دي لا يمكن يقبلها لحد. كابتن مستر مانويل جوزيف في اخر 2011 احمد حسن هيرحل، يبقى احمد حسن سيرحل اذا تدخل احد انا اللي هرحل. هنيجي بقى بعد كده، هو لما حب يجيبها في حد وعارف بيدور على حد يشيل الليله، فمهيب بيحاول يساعده، فراح قال له ممكن كابتن حسام البدري، قال له اه ممكن كابتن حسام البدري. فبعد كده جاب بيقول له بس كابتن حسام البدري هو اللي اختارك، قال له لا هو حد يقدر يختارني ويفرضني على مستر مانويل جوزيه؟ يعني ما حدش يقدر يفرضه على مستر مانويل جوزيه. الشيء ونقيضه. بالظبط، هي دي. انت لو انت بتتكلم كلام مش مبني على قناعات بنسبه كبيره جدا هيكون عندك النوايا دي. ده تخمين 100%، طب قول 50% حتى، يعني خلي 50% الثانيه. كلمه تخمين بتتعارض مع فكره 100% اصلا، بس اعتقد دي بديهيات اللغه. يعني هنيجي بقى لموضوع مش مشابه، يمكن برضو الخصومة الشخصية هي الشيء المرتبط، ولكن المحاولة المستمرة لفكرة الرجوع للباب الكبير، واللي بيخرج من الأهلي من الباب الضيق مستحيل يرجع تاني الأهلي من الباب الكبير. نسمع كابتن عصام الحضري قال إيه ونرجع نعقب. في النادي الأهلي 14 سنة أو 13 سنة ونص، يبقى ابن مين؟ ابن النادي الأهلي، لان قضيت عمري كله. بس خروجك من الاهلي ما كانش حلو. ماشي ماشي يا كابتن، حطيت عمري كله للنادي الاهلي 13 سنه ونص. طب وضيعته ليه كده؟ بص هو انت في وقت، بص يا كابتن عشان نتكلم، انا سبت النادي الاهلي او انا اتحطيت في موقف كان في حاجات كتيره مشاكل بتحصل في النادي الاهلي، مش في النادي الاهلي ان كان مع مع مثلا مع مستر مانويل او مع الاداره، مش الاداره كلها عشان بس الناس تبقى فاهمه. لا النادي الاهلي ده بيتي، النادي الاهلي ده اتربيت فيه. بعض الناس بعت لك سؤال بتقول لك طالما ان انت معترف بخير النادي الاهلي وعندك ولاء وانتماء بالشكل ده، ليه في يوم من الايام رحت اشتكيت الاهلي قلت ان في اضطهاد؟ لا اشتكيت النادي الاهلي، اشتكيت عشان مانويل جوزيه. كابتن عصام الحضري كانت مشكلته مع مستر مانويل جوزيه ومع مجلس الاداره. لا مش قال لك مش كلهم. مش كلهم فأنا معرفش هو بيمثل كيان مين، يعني وكأنه اختزل الكيان في أفراد. هنيجي بقى لحاجة تانية، وقال أنا اشتكيت مستر مانويل جوزيه. أولا يا كابتن عصام، النادي الأهلي منظومة واحدة. ثانيا اللي أنت قلته هو لا يمت للحقيقة بصلة. هنتكلم في البداية، حضرتك بتقول على خلفية مشاكل كانت موجودة قبل كده في 2005 تحديدا في شهر إبريل، تم سحب الشارة منك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري. مستر مانويل جوزيه كان صاحب القرار. حضرتك جيت بعدها في شهر 9/2006 بعد مباراة الترسانة، قعدت مع مسؤولين النادي الأهلي وجددت عقدك لثلاث مواسم. لو حضرتك عندك مشاكل مع مستر مانويل جوزيه كان القرار البديهي أنت عندك مشكلة، والله أنا مش هجدد. بالظبط. هنيجي بعد كده، أنت علاقتك في مع النادي الاهلي ما فيهاش اي مشاكل، رجعت وانت افضل حارس في افريقيا في 2008. مباراه المصري بتلعبها، مستر مانويل جوزيه ليه تصريح شهير ان انت كنت بتهزر معاه ومع اللاعبين بعد المباراه. تاني يوم في الخفاء، وفي الخفاء دي مش مفترض تكون بتاعت لاعب كبير، تاخد اسرتك على سويسرا، بتتعاقد او بتتفاوض مع نادي سيوم في فكره انك تنضم ليه. البديهي ان المحامي بتاع نادي سيون زي ما خرجت التصريحات وقتها كان شايف ان الطريقه دي هتعرضك لعقوبات وممكن كمان تعرض سيون لعقوبات. رجعت عملت تمثيليه فاشله، رجعت التدريبات
كان قرار انك تتدرب منفردا وفي عقوبه ماليه عليك. بدات تجهز او تعد العده في الخطه اللي انت متفق معاها على مع النادي السويسري، تصوير في تدريبات، فكره تصريحات، وخرجت لجريده الاتحاد الاماراتي وقتها والاكثر من موقع وصحيفه قلت كلام واضح جدا، انا بتعرض لسوء معامله من المدرب، لسوء معامله من مجلس الاداره، ولهتافات عنصريه من الجمهور، ووجودي واستمراري في النادي يمثل عليا خطر، فعشان كده هشتكي للاتحاد الدولي. هي دي الفكره. الجمهور هنا كان طرف، الجمهور هنا بقى طرفك انت بغض النظر عن حتى لو الجمهور اساء ليك، ونرفض فكرة الإساءة، ولكن أنت باعترافك الجمهور طرف. جيت حيدت الجمهور ليه؟ عشان يبقى هو بوابة رجوعك دلوقتي. ده مش هيحصل. الأدعى أنت رحت وخدت مشوارك، طبعا بعد ما فشلت الفكرة بتاعت لي زراعي النادي الأهلي، أنا جاي هضغط عليك بفكرة إن أنا كده كده عايز أمشي وهشتكيك، فالمفاوضات تكون أسهل، وال 400 ألف دولار اللي أنت كنت عارضهم وقتها يتوافق عليها، وكده سيون كسبان. ما حصلش، وإدارة النادي الأهلي تمسكت بحقوقها، وجمهور النادي الأهلي كان على قلب رجل واحد معاه. رجعت في 2010 تمثيليه لذيذه جدا مع كابتن مدحت شلبي، رسائل ومداخلات بتاعت بنحبك يا كابتن، والجو ده احنا كلنا عارفينه، وال100 رساله اللي بتطلع لفوق وانزل شويه يا نصر شويه، والكلام اللي حصل ده. دخلت مداخله محترمه من هشام الفقي، واحد من جمهور الاهلي، ومن جمهور الاهلي الحقيقي، واكيد اللي هو مش داخل مداخلات موجهه لان ده مش جمهور الاهلي، وقال لك تعالى يا كابتن ادخل الملعب في مباراة فيها جمهور النادي الأهلي وشوف على الطبيعة رد فعله هو. كانت الرسالة في المباراة اللي بعدها، وأكيد حضرتك لم تجرؤ إنك تدخل الملعب، دموع في عيون إلى آخره، ولا نسيء لحضرتك. دي كانت القصة. وأنا عايز حضرتك تعرف حاجة كويس قوي، النادي الأهلي، لأنك أنت تحدثت عن كابتن أحمد ناجي بشكل هو راجل متسامح، ولكن أنت ما بتكبرش حد، النادي الأهلي هو اللي بيكبر الجميع. أنا بتكلم في النادي الأهلي لأن كابتن أحمد ناجي ليه ما يخصه هو راجل متسامح معاك. أنت في 12 سنة مع النادي الأهلي أخدت 22 بطولة في نادي واحد، بعد كده في 12 سنة حققت 3 بطولات، في 12 سنة حققت 3 بطولات، وتنقلت 11 مرة بين الأندية. هو ده يا كابتن عصام الحضري التاريخ اللي بيصنعه النادي الاهلي والحقائق اللي مش هنسمح تتزعم. في نقطه فارس، يعني انا بتستوقفني دايما عند فكره مانويل جوزيه، وهو عايز يحول الدفه كلها عند مانويل جوزيه. وده الاساس واول الاداره. الجماهير لو شافت الاحتفالات بعد كل بطوله اتحققت من وقت ما نزع الشاره الكابتن عن كابتن عصام الحضري، هتلاقي عصام الحضري اول واحد بيجري عليه هو مستر مانويل جوزيه. يعني انا عايز اكون واضح، انت في مشكله قائمه بينك وبين الراجل ده، انت العب كمحترف، لكن انت كنت بتظهر كل الود والحب لغايه حتى 2009 ومداخله محترمه او مداخله منك مع شخصيه محترمه رمز للنادي الاهلي زي الباشمهندس عادل القيعي في وجود الكابتن احمد شوبير، قلت انا الناس دي غصب عن التخين انا هلعب في المنتخب مصر، وكلام كبير جدا كان موجه برضو للاداره. ثم في 2011 مع مانويل جوزيه والكابتن احمد شوبير حاولت ان انت تعتذر وانا هقابلك وادخل النادي، كنت واخد مستر مانويل جوزيه في 2011 ان انت تدخل النادي الاهلي من خلاله، برغم ان انت بتقول هو سبب رحيلي، وانت قبل كده قلت لا هو سبب رحيل ولا حاجه وسوء تفاهم بين الاثنين. الموضوع يا كابتن عصام من حقك طبعا ان انت تتكلم عن نفسك زي ما انت عايز، ولكن يبقى النادي الاهلي بتاريخه بعيد تماما عن كل اللي انت فعلته، لان انا من وجهه نظري الشخصيه شايف ان مفيش لاعب عمل موقف سيء تجاه النادي الاهلي زي اللي انت عملته، حتى لو مؤخرا ندمت عليه. احمد، احنا كجمهور، ده مش مجلس اداره ولا مدرب، لما بنيجي نكتب ونستشهد بوقائع نفتخر بيها بتعامل النادي الاهلي المبادئي مع بعض اللاعبين، اول مثال بتكتبه مين؟ بس كده خلاص، هو قضي الامر، الرساله مع الجمهور واضحه بشكل كبير، وزي ما قلنا اللي بيخرج من الباب الضيق ما بيقدرش يرجع من الباب الكبير. نطلع لفاصل، فقره اون سبوت. روح الفانيله الحمراء اوعى تنسوها، التاريخ دايما بيقول ان احنا مش بننساها. اهلا بيكم من جديد واون سبوت. والحقيقه الحلقه اللي فاتت او الاسبوع الماضي استعرضنا عن جيل التسعينات العظيم، والحمد لله لقينا ردود افعال كويسه جدا، خاصه من الاجيال الجديده اللي ما كانتش تعرف الكلام ده بشكل عميق. فاحنا استعرضنا احداث الموسم 96 97، مستمرين النهارده في اون سبوت نستعرض
موسم اخر ريمونتادا اخرى حصلت في ارض الملعب، موسم شاف حاجات كتيره جدا هنستعرضها، تغيير مدربين في النادي الاهلي واحلام واماني عند انديه اخرى، والنهايه كانت كالعاده الاهلي بطل الدوري. زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت بنبدا من النهايه عشان نعرف ان النهايات الكبيره ازاي صنعها الاهلي في لحظات فارقه. موسم 2011 هو اللي على مائده الاهلي خط احمر النهارده. موسم 2011 بينتهي لصالح النادي الاهلي بفارق 5 نقاط عن الزمالك، 61 نقطة للنادي الأهلي و56 نقطة لنادي الزمالك. هل ده معناه أن الدوري كان سهل؟ عودناكم الحلقة اللي فاتت أن النادي الأهلي لا يعرف الاستسلام، وهنشوف إزاي الدوري ده النادي الأهلي حسمه. هننشط الذاكرة وعندنا 3 محطات رئيسية في النادي الأهلي تحديدا، وهي استقالة الكابتن حسام البدري، تولي الكابتن عبد العزيز عبشاه في فتره مؤقته، ثم عوده الكابتن مانويل جوزيه اللي كانت حديث الشارع الرياضي القروي. اول حاجه هي استقاله الكابتن حسام البدري اللي كان بادئ الموسم مع الفريق وكان طبعا من الموسم الماضي، وعند اول هزيمه الكابتن حسام البدري بشكل مفاجئ بيقدم استقالته بعد الهزيمه من الاسماعيلي 3-1، والحقيقه كان في خروج من قبلها بشهر أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا، ولكن كان بسبب خطأ يد إنرامو. لكن الحقيقة برغم استقالة الكابتن حسام البدري الأمر لم يكن بهذا السوء في الموسم، لأن وقتها النادي الأهلي كان لعب 9 مباريات وقدر يحقق 18 نقطة في الوقت اللي لعب فيه نادي الزمالك 11 مباراة وقدر يحقق 24 نقطة. ممكن عمارة تستعرض الصورة بتاعت موقف الأهلي والزمالك عند استقالة البدري. زي ما حضراتكم شايفين كان 5 فوز للنادي الأهلي و3 تعادل وهزيمة وحيدة، في حين نادي الزمالك 7 فوز و3 تعادل وهزيمة وحيدة. والغريب أن الهزيمة بتاعت النادي الأهلي كانت 3-1 من الإسماعيلي، وأيضا نادي الزمالك اتهزم 3-1 ولكن من إنبي، وكان حارس الزمالك وقتها الكابتن عصام الحضري. وكان باقي للنادي الأهلي مباراتين مؤجلتين يا فارس، نادي الاتحاد ونادي سموحة، ولكن قرار غريب للكابتن حسام البدري. فدائما أنت عارف بيكون الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يلعب دور المنقذ وتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت حسب بعض الامور. رحل الكابتن حسام البدري بعد هزيمه صعبه من النادي الاسماعيلي، ولكن مجلس الاداره وقتها لو فاكرين تمسك بكابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري اصر على قراره. بعدها كالعاده الخلوق عبد العزيز عبد الشافي احد رموز النادي الاهلي والاوفياء والمخلصين للنادي الاهلي جاء في فتره طبعا الفريق كان فيه هزه في الثقه، حصل تعادل مع نادي الاتحاد وتعادل مع نادي المقاولين وتعادل مع نادي سموحة وفوز على الحرس. أبو تريكة سجل 2 أبو تريكة في الدوري ده سجل 8 أهداف منهم 4 في فترة كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي هي مجرد 5 مباريات. ولكن المحطة الفارقة في رأيي هي مباراة الزمالك. المباراة دي كانت كفيلة تبعدك تماما لو خسرت فيها. كابتن حسام حسن كانت المباراة دي تقريبا من العامل السلبية، لأن كان شحن اللاعبين كلها فيها إن أنت تقدر تخلص الدوري بدري وتقدر تبعد بدري، وده كان واضح يا احمد. وكمان النادي الزمالك في مباراه 0-0 كانت اول مباراه لنادي الزمالك في الدوري ما يسجلش فيها اهداف. الاهم يا فارس ان كان قبل مباراه الاهلي والزمالك نادي الزمالك اصر على لعب النادي الاهلي مؤجلاته عشان يبقى عدد مباريات متساوي، وهنا بقى الفارق 6 نقاط فعليا لاول مره في تساوي عدد النقاط. قدر كابتن عبد العزيز عبد الشافي قدم مباراة تكتيكية من أفضل المباريات، كان توظيف كابتن حسام غالي فيها لو نفتكر مختلف، أهدر النادي الأهلي عديد من الفرص، حتى اللاعبين في حالة نفسية كانوا مختلفة جدا، وكل الناس كانت بتشيد بالنادي الأهلي وقتها، وقدر كابتن عبد العزيز عبد الشافي يعمل مباراة كانت فارقة قبل وصول مستر مانويل جوزيه، عشان نسلم مستر مانويل جوزيه مرحلة حاسمة جدا كانت محتاجة حد بقدر وذكاء مستر مانويل جوزيه. احداث مباراه الزمالك كان طبعا الفكره كلها انها اثارت غضب جماهير الزمالك، لان كانوا متصورين ان الفوز هيوسع الفارق ل9 نقاط. الاهم حصل موقف وقتها ان كانت المباراه دي بتاريخ 31 ديسمبر، فكانت احتفالات الكريسماس، فطلع قرار من الامن وقتها بتاجيل المباراه. نادي الزمالك اعترض تماما على فكرة تأجيل المباراة ليناير عشان النادي الأهلي ما لعبش لا بصفقات جديدة ولا بمدير فني جديد، وكانوا عايزين المدير الفني المؤقت.
فقدر وقتها او اتحاد الكره وقتها استجاب لنادي الزمالك وقدم المباراه من 31 ديسمبر ل 30 ديسمبر، ولكن انتهت المباراه 0-0 وظل فارق النقاط ست نقاط. وطبعا مستر مانويل جوزيه اول يوم ليه او مؤتمر صحفي ايضا كان يوم 6 يناير وتداعب مع الجماهير 6-1 وفرق 6 ووعد ببطوله الدوري، لكن كان في بعض الاحلام وبعض الاماني وبعض التحديات ايضا وقتها من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن اللي كانوا بيتولوا الاداره الفنيه لنادي الزمالك، وكانوا على استعداد كبير جدا لعوده مانويل جوزيه حتى يرى نهايته على ايديهم. نشوف فيديو للكابتن ابراهيم حسن وهو بيحلم بالانتصار على مستر مانويل جوزيه. انا شايف رجعه مانويل جوزيه هتبقى اسطوره بالنسبه له، لاني اللي فات مات، معرفش اللي فات ممكن يتحقق، والظروف اللي حصلت له ممكن تبقى موجوده، لان اصبح ليك منافس، منافسين اقوياء، اصبح ان العناصر اللي معاك خلاص اختلفت، اصبحت الدنيا بقتش هي الدنيا. خلي بالك يعني من ملخص يا كابتن شوبير، فممكن تكون، انا مع كل احترام ليه طبعا وبقدره جدا الراجل دوت، هو زي ما قلت، بس ممكن الحال يوصل بيه لكابرال وتشوبير، وانا بفكرك وممكن ينجح نجاح كبير جدا تاني يا كابتن ابراهيم. كل شيء وارد، انا ما يعني اكيد حته النجاح ده بتاع ربنا، بس انا بقول لك انا الحمد لله الواحد عنده رؤيه كويسه، يعني في حاجات بتوقعها وبتحصل، فهي رؤيتي ان ممكن رجوعه يبقى نهايه بالنسبه له في مصر، وممكن تكون المطاف هيرجع فيه مثلا، يمسك مثلا الاتحاد، يمسك المحل المصري. وممكن تكون اعاده انطلاق ليه وللنادي الاهلي من جديد يا كابتن ابراهيم. ممكن كل شيء وارد، بس الاحتمالات بتاعه كابتن احمد شوبير غير احتمالات خالص الكابتن ابراهيم حسن. حابين نقول ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بالفعل كانوا من الموسم اللي قبله انقذوا نادي الزمالك من نتائج سلبيه كتير جدا، فبالتالي ومتصدر الدوري بالظبط ومتصدر الدوري، فاكيد من حقه ان هو يحلم، وقال ان الظروف اتغيرت، وبالفعل الظروف اتغيرت، ولكن حتى لما الظروف اتغيرت وعاد مانويل جوزيه الموضوع اختلف تماما، وان الاهلي ومانويل جوزيه ما بيتغيروش. عندي حاجه طبعا كل الاحترام لكابتن حسام وكابتن ابراهيم، ولكن قال ممكن يرجع يمسك الاتحاد والمحله والمصري. كابتن حسام مسك المحله ولا الاتحاد والمصري بس؟ لا المصري، ومسك الاتحاد. والاتحاد بس كابتن ابراهيم اللي كان بيقول. كابتن ابراهيم اللي كان بيقول. هو كابتن ابراهيم قال وكابتن حسام هو. صعب جدا التنبؤ بالشكل ده لمستر مانويل جوزيه، وفي الوقت اللي كابتن ابراهيم حسن كان بعض التصريحات الحماسيه كان مستر مانويل جوزيه بيذاكر. نشوف التصريح ده ونرجع نعقب. Yes, I'm so happy that them because I know they like me so much in the field. I feel the same about them. What I want they think about if they can. Don't remember that these players, the old players, they need love because they made a fantastic work in this club. For the other side, the pressure must be a little high because not so high, okay? A little down. Because who try before me, Badri and Zizou, they try to introduce a new players, a young players. And these young players, they must grow easy, okay? Without pressure to grow more fast, okay, more quickly. They need the confidence, the supporters, and for the other side, they must be patient with the old players and patient with the young players. But I know this is not this is not always easy. But anyway, I want to tell them we're gonna try to win. Zamalek have 6 points. Okay, I'm gonna say the other clubs catch Chikabala. And gonna be more easy for us. مستر مانويل جوزيه كان بيذاكر زي ما قلت لكم، واتكلم في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى كان الفريق فيه عدم استقرار فني نتيجة اللاعبين الصغار اللي كابتن حسام البدري حاول يعتمد عليهم دفعة واحدة، شكري، عفروتو، أعتقد مجموعة من الأسماء يا أحمد، إداها الثقة كابتن حسام، محمد طلعت برضو شارك فيما بعد، وبدأ الأداء يهتز، واللاعبين الكبار كمان بدأ يحصل عندهم فقدان للثقة. مستر مانويل جوزيه اتكلم في الفرق ما بين ده،
ان انت تجهز الناشئ في ظروف تساعده مش في ظروف تعثر، وازاي اللاعب الكبير كمان يكون له قيمته في الاوقات دي انك تشتغل على شخصيته. مستر مانويل جوزيه كان جاي فاهم كويس قوي الدنيا داخليا فيها ايه والهزه النفسيه ايه. ده فيما يخص الاهلي. فيما يخص المنافس، قال انا عندي فرق 6 نقط. انا بقول لكل الانديه الاخرى امسكوا شيكابالا وساعتها مش هيكون عندكم اي مشكله فنيه مع الزمالك. وفعلا في الموسم ده افضل مواسم شيكابالا على الاطلاق محليا، كان شيكابالا هداف الفريق وبين هدافين الدوري بالتساوي مع احمد عبد الظاهر اعتقد وقتها. فمستر مانويل جوزيه حط عبء نفسي على شيكابالا اللي اداؤه اختلف تماما فيما بعدها. وعاد مستر مانويل جوزيه وبدا التحدي. والحقيقه في الظروف العاديه لما تكون انت دايما بتحاول تلحق بالمنافس، لما يقع متصدر الدوري لازم تستغل وقعته دي فتدي انطباع للمنافس ان انا وراك بقوه عشان اخد الصداره منك. ودايما الاهلي الحقيقه كان بيعمل الامور دي، ولكن عشان الظروف اللي حكاها فارس عن مستر مانويل جوزيه واللعيبه الصغار وفقدان الثقه عند بعض اللاعبين الكبار، النادي الاهلي جات له فرصتين ان هو يضيق الفارق. لكل مره يتعادل الزمالك قبله بيوم النادي الاهلي يتعادل، الزمالك يتعادل النادي الاهلي يتعادل، لكن الفرصه الثالثه ما عدهاش، فكان فارق 6 نقاط وكان رقم 6 وحديث مستر مانويل جوزيه خلص في 6 اسابيع. ممكن نستعرض الاسابيع الفاصله او المحوريه في دوري 2010 2011. النادي الاهلي امام المقصه بيلعب بعد مباراه الزمالك والانتاج بيوم، الزمالك بيتعادل بيفشل النادي الاهلي في اول مباراه لقياده مستر تحت قياده مستر مانويل جوزيه، وبيتعادل مع المقصه طارق يحيى، وبرضه المقصه لها حديث في هذا الدوري 1-1 بالتاكيد. والهدف المائل لابو تريكا سجله من ركله جزاء في الدقيقه 25 من الشوط الاول، ده كان في الاسبوع ال 15. في الاسبوع ال 18 الزمالك بيمنح النادي الاهلي فرصه اخرى بالتعادل 1-1 مع انبي ليستكمل الزمالك النتائج السلبيه في الموسم ده مع انبي بعد الهزيمه في الدور الاول 3-1. ولكن النادي الاهلي بيتعادل مع المصري البورسعيدي 0-0 عشان تيجي فرصتين للنادي الاهلي. كان ممكن الفرق يبقى نقطتين يفضلوا 6 زي ما هم. ولكن في الاسبوع ال 19 الزمالك بيمنح الهدية الثالثة للنادي الأهلي، وهنا بقى الثالثة تبتة، قدر يفوز النادي الأهلي على الجونة بهدف الكابتن أسامة حسني 7 من بداية المباراة. وزي ما قلنا فكت عقدة التريكو. الثلاث مباريات اللي بعد كده الأسبوع ال20 الزمالك كالعادة بيتهزم من الجونة 2-1. وهدايا الجونة دايما ما كانتش بس 2018-2019 تقريبا تاريخية معانا. النادي الاهلي بيفوز على الاتحاد بهدف الصخره وائل جمعه في الدقيقه 82 بعد ما ضيع الكابتن هاني سليمان 41 دقيقه تقريبا من عمر المباراه. الاسبوع ال 22 الزمالك الاهلي بيتعادل مع الانتاج عشان نخسر نقطتين تاني ويوصل المجموع ل4 نقط بعد فوز الزمالك على المقاولين. وطبعا عارفين الزمالك على المقاولين هنتكلم في الفوز ازاي ل3 نقط. ف بيجي الاهلي بيلعب مباراه مع حرس الحدود قبل مباراه الزمالك والمقصه اللي هنتوقف طبعا عندها، فيوصل التساوي بين الفرقتين. ولكن للزمالك يا فارس مباراه المقصه، يفوز الزمالك على المقصه يظل الفارق 3 نقاط. ولكن المباراه الشهيره او مباراه الموسم، انا عايز اقول لك كل الاحداث دي وكل سقوط نادي الزمالك ده كان قبل نادي بالظبط قبل مشكله المقصه. ولكن زي ما احنا متعودين الفكره كلها ان احنا هندور على خطا تحكيم هدف حسن شحاته وقت ما نحس بالظبط كده بالزبط. وقت ما نحس ان احنا بنجيب اخر عقده في التريكو. اللي انا عايز اقول لك حاجه، بص الاثر النفسي لمستر مانويل جوزيه، 6 مباريات الزمالك بيفوز مباراه وبيتعادل في كام؟ بيتعادل في 3 مباريات وبيخسر في مباراتين يا احمد. بالظبط. الزمالك ال 11 مباراه الاولى اللي عرضنا فيها فارق ان الست نقاط جه ازاي؟ تعادل في 3 مباريات بس، هنا في ال6 مباريات 2 خساره و3 تعادلات. فارس انت لما تاثير رهيب جدا للمدرب. ولما تكون انت متصدر، يعني برضه مش عايز اخدها في سكه مستر مانويل جوزيه قد ما اخدها اهلي ومنافسين. النادي الاهلي لما بيكون متصدر امور بتبقى صعبه جدا ان انت حتى لو طلعت تلعب في الورق ان هو يهتز ثقته، لكن الانديه الاخرى اي نادي مش واخد على فكره الصداره وقت ما بيحس ان النادي الاهلي بيفوق بيفكر في النادي بالزبط. الاهلي اكتر من تفكيره في الحفاظ على الصداره. مباراه المقصه اللي احنا بنقف عندها زي ما عملنا معاكم في الدوريات السابقه، اكيد الزمالك عنده منهجيه ممكن تحفظها على مدار التاريخ لو انت بتتابعه. كل مره عنده اخفاق ما بيروحش الاسباب الحقيقيه للاخفاق ويبدا يدور على تابوه يحطه يفضل الاجيال تقرره ان هو ده كان سبب ضياع الدوري. الموسم ده كان مباراه المقصه اللي الزمالك
خسر فيها كان فيها أخطاء تحكيمية واضحة بلمسة يد كانت على لاعب المقص حسين حمدي المهاجم كان طويل وقتها بالظبط راح الزمالك، وهدف بعد الطرد كان لمحمد عبد الشافي برضو تم إلغائه. هنا بنيجي نتكلم في نادي الزمالك داخل المباراة دي مع المقص أحمد، طرد حسين السيد حسين حمدي في الدقيقة 35 نفس الحكم ونفس المساعد. نشوف الفيديو ونرجع نعاقب محمود. نشوف اللعبة مرة تانية. شفنا يعني واقع، لكن برضو كان في بداية الكادر قوي، كان في بداية الكادر قوي، ما كانش فيه، ما شفناش اللعبة من بدايتها. هنا ياسر محمود بيسأل المساعد وكارت أحمر، وكارت أحمر بيديه ياسر محمود، كارت أحمر وطرد لحسين حمدي. مش ممكن، مش ممكن طرد لحسين حمدي بناء على مشورة المساعد الثاني حسن عبد الله. إذن حسن عبد الله هو القائد في اللعبة اللي فاتت، حسن عبد الله هو اللي كان عنده الرأي، هو اللي كان عنده الخبر اليقين، عند حسن عبد الله الخبر اليقين وطرد لحسين حمدي. اشتراك بدون كرة مع حسن مصطفى زي ما قال حسن عبد الله. في أخطاء فادحة من الحكم ياسر محمود في المباراة أضرت نادي الزمالك أكيد قولا واحدا فيه، ولكن كمان في لعبة منسية. اللعبة دي مش بنتكلم فيها عشان لو هي مش موجودة نتيجة المباراة تبقى ايه، لا اطلاقا، احنا بنتكلم ان اللعبة دي لا تدل ابدا ان الحكم عنده نوايا. قد يكون الحكم عنده اخطاء ولكن ما كانش عنده تربص بنادي الزمالك. طيب هل اللقطة التحكيمية اللي نادي الزمالك ظلمة في المباراة دي، هل على مدار الموسم كله الوضع كان ايه؟ ده اللي احنا هنروح ليه عشان ننفي اي شبهة تربص بنادي الزمالك تحكيميا خلال نفس الموسم. انا عايز بس اقول لك حاجة، ان مساعد الحكم اللي هو اتهم في انه ما شافش لمسة اليد وانه اتهم في الهدف بتاع محمد عبد الشافي، هو اللي ادى القرار للحكم بطرد في كرة كانت ممكن تعدي، كانت ممكن انذار. وكمان الحكم الحقيقة ياسر محمود طلع اقصى كذا مرة انه اكيد يعني ما شافش الكرة لمسة يد، وهو قال انا في اي حكم بيبقى عايز يحسب ضربه جزاء للاهلي والزمالك تكون موجوده ده ما يحسبهاش. يعني الراجل اصلا كان مستني تيجي حاجه للزمالك او للاهلي عشان هو قال كده ياسر محمود. وفي النهايه مع الضغوط الجماهيريه عليه والاعلاميه طبعا كالعاده زملكاويه، الراجل قدم استقالته واعتزل التحكيم. ولكن كان المدير الفني لفريق المقصه الكابتن طارق يحيى اللي هو زملكاوي كان له تصريح مهم جدا عشان يوضح ان فكره الاخطاء التحكيميه ما ينفعش تبرز مباراه وتسيب باقي الموسم كده. نشوف كابتن طارق يحيى. انا بحال تحكيميه، طب ليه ما قالش في الكوره بتاعت عمر جابر ان هو عمل سيميليشن ياخد انذار الثاني ويطرد؟ ليه ما قالش ان عمرو زكي يطرد؟ هو قال ان الاوفسايد مش اوفسايد، لكن هو مطلع فرقتي ان انا يعني ان انا ماسك سنج ومطاوي بلعب بيها. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. وحكايه كابتن رضا بلتاجي في ايه؟ وبعدين انا بتكلم بمنتهى الامانه، حسن مصطفى بيمثل في الماتش ده، واتفرجوا اتفرج على دخلة عبد الرؤوف. عبد الرؤوف ما يمكن رجليه فاتت منه ويمكن دخلوا مع بعض عادي، فاهمني؟ ومثل فيها فالكورة مسك رجله اللي بيتقصب رجله وهو ما دخلش بيتقصب رجله خالص. نادي الزمالك ما راحش فرصة على المقصة ازاي؟ فرقة بتلعب 10 من الدقيقة 60 65 دقيقة من الدقيقة 30 65 دقيقة بلعب ناقص 10 ناقص لعيب يعني، وخدوا الناس لوجهه مختلفه تماما ان الحكم. طب ما انا قبليها الدور الاول ما الزمالك ضرب الجزاء ليا وجون اوفسايد بمترين نفس هي فاهمني. من اللحظات المهمه جدا ومن التصريحات المهمه جدا النادره جدا لكابتن طارق يحيى، اللي الموضوع والازمه وقتها خلته يخرج عن العباية اللي لابسها دايما وينفجر في فكرة الظلم التحكيمي اللي انتوا خدتوه في سكة ان المقصة فاز بالظلم التحكيمي وبالفعل طرد في الدقيقة 35 في 60 دقيقة تقريبا الزمالك ما قدرش يحقق، بل بالعكس عمر نجدي سجل هدف الفوز للمقصة والمقصة ناقص. الأهم من كل ده ان فعلا في وقع في الدور الأول مهمة جدا وهي فوز المقصة الزمالك 4-3 على المقصة، وفي هدف لأحمد جعفر محسوب من تسلل. الهدف اللي حسم المباراة لأحمد جعفر كان تسلل واضح، والمفارقة إن كان نادي الزمالك 11 نقطة والأهلي 11 نقطة. دي المرة الأولى اللي نادي الزمالك قدر يفرق عن النادي الأهلي في النقاط فيها،
وكان هدف غير مستحق من تسلل لأحمد جعفر واضح جدا خد بيه نادي الزمالك 3 نقاط. يعني لو بنتكلم عن مباراة المقصة اللي انت ظلمت فيها انت ليك 3 نقاط قصاد نفس الفريق ما كانوش مستحقين. كده خلصنا فكرة النقاط دي مقابل النقاط دي، بس هل ده كانت الحالات التحكيمية اللي استفاد بيها نادي الزمالك بس؟ أكيد لا، لأن الموسم ده كان فيه حاجات مهمة جدا. ده أنا عايز نقول إن كان فيه ركلة جزاء أصلا لأيمن حبني، لكن إحنا ما اتحسبتش واتحسبت بعد كده على الزمالك، مباراة الزمالك وإنبي لما كان الحكم أجنبي. ولكن عندنا خطأ مهم جدا مباراتين أخرتين، ده طبعا هدف أحمد جعفر التسلل، وده كان هدف التعادل 2-2 يعني، كان وكان في اخر دقائق الشوط الاول كان المقصه متقدم 2-0 وقدر اعتقد شيكابالا جاب الجون الاول، وده احمد جعفر اتعادل 2-2. واحمد جعفر من برضو ايقونات الموسم ده في الاهداف اللي احتسبت وهي تسلل يعني. ليه الهدف ده وهدف اخر هنستعرضه وهو هدف مباراه، احنا معانا مباراتين، مباراه المقاولين العرب ومباراه انتهت بفوز نادي الزمالك 3-2. كان الماتش ترتيبه رقم 22، ارتفع رصيد الزمالك ل 46 نقطه. محمد امين عدي، لا دي ضربة الجزاء، دي ضربة اللي اتحسبت على لأيمن حبني. عمارة مركز معانا وجاب دي ركلة جزاء، كان المفروض انها تبقى ركلة جزاء لفريق المقصة واضحة جدا، فتح الله ما اتحسبتش. نفس الكرة دي فتح الله في ماتش الزمالك وإنبي في نهائي الكاس الحكم الأجنبي حسبها. عندنا بقى مباراة المقاولين، الهدف الواضح لمحمد أمين عدية من تسلل برضو، وكأنها كانت قاعدة في الموسم ده. نستعرض الماتش رقم 22، الزمالك ارتفع رصيده من 43 ل 46 نقطة، زاد الفرق مع النادي الأهلي برضو 3 نقاط، وكمان برضو هدف تسلل، وكأن القاعدة النادي الزمالك لما كان بيتفوق كان بيبقى بدفعة تحكيمية واضحة. ادي محمد أمين عدية كان واضح، وزي احمد ما كنا بنتكلم قبل ما ندخل ضربة ثابتة، والحكم المساعد ما عندوش مبرر خالص ان هو يكون الموضوع بيختلط عليه. ومن تسلل لتسلل اخر في مباراه الاسماعيلي الزمالك والاسماعيلي، وبرضو الفوز 3-2، وبرضو الايقونه بتاعت اهداف التسلل هذا الموسم الكابتن احمد جعفر. الغريب ان هي اصلا كره جايه من متسلل لمتسلل وحامل الرايه كانه مش موجود، ووقتها كان ده الماتش رقم 10، زاد الزمالك ل 21 نقطه والاهلي كان وقتها 18 نقطه، يعني التعادل ده في الوقت ده كان هيخلي الزمالك 19 نقطة. عايزين بس نتكلم لأن دي فكرة مهمة جدا، فكرة الأفضلية المعنوية اللي خدها نادي الزمالك من بداية الموسم. أنت خدت أفضلية أن أنت متصدر الدوري على النادي الأهلي، فلو أنت عايز تقول مباراة المقصة جبنا لك 3 مباريات أخطاء تحكيمية، ما استعرضناش الأخطاء التحكيمية لصالح النادي الأهلي ضد النادي الأهلي، إحنا بس عايزين نقول لك أن الخطأ التحكيمي مش هو اللي حرمك من البطولة دي، ولكن عدم ثقتك بانك تاخد البطولة دي هو اللي حرك البطولة دي. ويمكن كان في تصريحات للكابتن خالد غندور مع الكابتن احمد الطيب لما بعد مباراة المقصة والنتيجة وصلت ان الاثنين تساووا في عدد النقاط، الاثنين قالوا الدوري خلاص خدوا الاهلي. موضوع صعب جدا وحابين نوضحه للناس. عندنا محطات فارقة بقى والاهلي بيحسم فارق النقاط وبيتفوق، واول تصدر، اول تصدر قدام انبي في مباراة كان متأخر فيها النادي الأهلي 1-0، وتصريحات مستر مانويل جوزيه للاعبين وهم متأخرين بين الشوطين إن العب كورتك ما تفكرش في حاجة هتقدر تعوض. وعندنا مباراة تانية يا أحمد كانت مع الإسماعيلي، بس مباراة إم بي دي كان محمد أبو العيلة لاعب الزمالك هو اللي سجل الهدف الأول. المباراة التانية هو مباراة تأكيد تصدر النادي الأهلي للدوري، دي بقى مباراة الإسماعيلي هدف بركات الأول، هدف بركات وهدف محمد ناجي جدو الهدف الثاني، وكان مباراة إم بي دومينيك دي سيلفا وعماد متعب الهدف الثاني. في الوقت ده كان بركات مرشح في انتخابات داخل كابتن حسام غالي وكابتن بركات والموضوع وجده يبايع، وكان الموضوع صعب جدا 2-1، وكان السلية سجل هدف وصل الفارق ل5 نقاط وخلاص عرفنا القاعدة، الأهلي لما بيركب خلصت ما بينزلش. خلص الدوري تقريبا، لعبنا مباريات ولكن والنتيجه وفي 5 نقاط كان لسه في امل عند نادي الزمالك، لان في مباراه مواجهه مباشره بيننا، مواجهه مباشره كانت مهمه جدا سجل فيها النادي الاهلي هدف اعترض عليه نادي الزمالك، كان سجله دومينيك دا سيلفا لوقعه مهمه جدا يا احمد. اعتقد محتاجين بالتاكيد مستعرض. الكابتن حسام حسن اتكلم عن فكره الروح الرياضيه، لان كان في لعيبه من نادي الزمالك واقعين في الارض والنادي الاهلي لعب الاوت وسجل منه الهدف الثاني، ولكن كان موجود الكابتن محمد بركات اللي رد قوي جدا على الكابتن حسام حسن. نشوف كابتن محمد بركات وهو بيرد على الكابتن حسام حسن في مساله الروح الرياضيه. كلام فيها كتير قوي بالنسبه للروح الرياضيه والكلام ده، احنا يمكن الحكم ما واحد واقع ولا اتنين واقعين، الحكم لو شايف
ان في حاجه الحكم اكيد هيوقف اللعب، انما ما تتكرر مره واثنين وثلاثه. طب ما احنا الكره كانت طلعناها قبل كده واحمد حسن رجعها والكلام ده. يا جماعه لحظه واحده بس، لحظه واحده يا جماعه، لحظه واحده يا جماعه. انا هقول لكم حاجه، انا هقول لك بس، انا يعني بص، انا هقول لك على حاجه علشان نحسم الموضوع بتاع الروح الرياضيه. بطلب من حضراتكم كلكم الرجوع لمباراه 3-3 السنه اللي فاتت، وشوفوا الجون الثالث اللي احرزه الزمالك اللي اتقدم بيه بتاع محمد عبد الشافي. شوفوا ابراهيم صلاح بسن رجله حاطط الكره في وشي وانا بقع على الخط جنب اللاين مان، وشوفوا تكمله الكره انتهت بجون لمحمد عبد الشافي. بطالب حضراتكم دلوقتي اول ما تروحوا ترجعوا للجون الثالث. بركات لما يكون مصحصح جوه الملعب وبره الملعب وذهنه حاضر وبيربط بالموسم اللي قبله. وكان برضو المدير الفني الكابتن حسام حسن ما حدش اتكلم عن الروح الرياضيه، اعتقد كان ذهنه حاضر بركات اكيد على طول خارج الملعب وداخل الملعب زي ما انت قلت يا اسامه. ولكن كمان كابتن حسام حسن كانت اعتراضاته قويه جدا، بس هنيجي هل دي فكره عامه عند كابتن حسام حسن ولا في مواقف كان تفكيره مختلف؟ نشوف كابتن حسام حسن وهو في مباراه الكاس بين الاهلي والزمالك وبيطالب اللاعبين بعدم اخراج الكره او عدم ارجاعها للاعبي النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي اللاعب اللي من عنده هو اللي كان مصاب. نشوف الفيديو. المفروض الفير بلاي يا سما انه يرجع الكوره ليه؟ ها سما رجع الكوره الاوت. بص هو حسام بيقول ما تدولهمش وكان مغلوب 3-1. لو حسام حسن بيقول كده انا بقول له حسام يبقى انت ما عندكش فير بلاي انت كمان. يعني انت راجل بتطالب ليه بالفير بلاي وانت ما عندكش فير بلاي؟ لحظات الحياد النادره لكابتن خالد الغندور وكابتن حسام حسن. انا متفاجئ. وانا والله بيقول له ما تطلعش الكوره، وهنا الموضوع حسم لان مش واضح اطلاقا ان ده كان من حيث المبدا عند كابتن حسام حسن مبدا الفير بلاي. وانتهى الموسم بعد نهايه دراماتيكيه لنادي الزمالك وريمونتادا رائعه للنادي الاهلي كما تعودنا. بس حابين نفكر جمهور الزمالك بدخله اعتقد ندم عليها كثيرا، لان محتاج لما تعمل دخله تكون واثق من فريقك. كان نادي الزمالك ليه دخله وقتها بيتكلم فيها ان قبل الدخله انا عايز اقول نقطه مهمه جدا. في الوقت ده قامت الثوره لجماهير الزمالك ومسؤولين الزمالك والكابتن حسام وابراهيم والفارق 6 نقاط، قالوا لو هتلغوا الدوري الزمالك بطل الدوري. واحنا كنا لسه لاعبين 15 اسبوع وباقي 15 اسبوع، يعني بالظبط الدور الاول وفارق 6 نقاط فقط لا غير. كان كابتن ابراهيم حسن عاوز يحسب للزمالك الدوري. دلوقتي احنا فارق 20 بونت والناس كلها بتطالب بالغاء الدوري. بس ما انتهش برضه في الدخله، محتاجين نعرضها على الشاشه. عمار عايز تعرضها لنا. هي دي الدخله، وكان نادي الزمالك بيتكلم فيها عن ان هو وصل للدوري ال 12. شوف بقى وصل بعدها، خد 3 سنين أو 4 في 2015 عشان ياخد الدوري. الشعب يريد الدوري يا عميد. اعتقد محتاج تفكر كثيرا لما تشعر للحظه ان انت الامور محسومه. كل مره بنديكوا درس من التاريخ واحنا مستوعبين الدروس كويس، بس البعض الاخر لم ولن يستوعب. نطلع لفاصل ونرجع لريمونتادا جديده معانا. دمعه فرح في عمر المصريين. اهلا بيكم في الجزء المحبب ريمونتادا. الحقيقه كان معروف جدا قضيه الكابتن احمد فتحي وحاله عدم التجديد ان هي هتلقى رواج اعلامي عند المنافسين او عند المنافسين، ويبداوا يتناولوها بشكل مختلف ويعيدوا عليها ذكريات الماضي من اجل اقناع الاخرين بان كان لهم وجهه نظر سليمه باستخدام مغالطات منطقيه. طبعا احنا عارفين ان المغالطه المنطقيه بيكون لها سبب ونتيجه، ودايما السبب مرتبط بالنتيجه، ولكن المشكله بتكمن دايما في الاستنتاجات. ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوفوا احد المنتمين لنادي الزمالك واحد الزملاء الاعلاميين الكابتن احمد عفيفي وهو بيتكلم عن قضيه عدم تجديد الكابتن احمد فتحي. ايه اللي هيخلي احمد فتحي يمشي من الاهلي ويروح بيراميدز زي ما بيتقال؟ الاجابه بسيطه جدا، عرض مادي اكبر. بس مفيش اكتر من كده، يعني الموضوع في نص جمله، عرض مادي اكبر 3 كلمات بالظبط. طيب هل ده شيء سيء؟ يعني هل اللي عمله احمد فتحي ده شيء سيء؟ ممكن تكون انت شايفه شيء سيء، بس من حيث المبدا لو انت شايفه شيء سيء فانت شايف انتقال احمد فتحي للاهلي نفسه كان شيء سيء، لان فتحي انتقل للاهلي ليه؟ نفس ال3 كلمات، عرض مادي اكبر، بمنتهى البساطه والبراءه. يعني ده السبب وده النتيجة. بالفعل الكابتن أحمد فتحي انتقل في آخر التعاقد ليه، ربنا يديله طبعا طولة العمر في الملاعب،
لكن في النهاية هو بالنسبة له ده آخر عقد، فانتقل لعقد مالي أكبر. فبدأ يتم الربط بين أن وقت قدوم الكابتن أحمد فتحي كان النادي الأهلي هو اللي عنده القوة الشرائية الأعلى، وبالتالي من الآخر كده اللعيبة بتروح النادي الأهلي عشان النادي الأهلي بيدفع أكتر. ده كل الموضوع اللي هم عايزين يأكدوا عليه، وبياخدوا استثناء حالة أو حالتين ويمشوا في السكة دي. مش مهم خالص يكون انت العقل بتاعك مادي خالص، ده حاجه لا تعيبك، خلاص انت خدت الاتجاه ده، لكن في نماذج اخرى خدت اتجاه اخر اللي هو القلب، وزي ما قلنا الكابتن حسين حجازي يظل في العقل والكابتن مختار التتش يظل في القلب. لكن الغريب ان يصدر الكلام ده من حد بيقدس قوي الماديات بالشكل ده، وهو في نفس الوقت بيشجع نادي، لان برغم ان عدد بطولاته اقل، العقل بيقول ان انت لما تروح تشجع نادي بتشجع نادي عدد بطولاته اكبر يا فارس، عدد النادي بيشعرك بالسعاده، لكن الموضوع ما كانش مادي في التشجيع للنادي او الانتماء للنادي، كان بالعاطفه. ولكن هو في النهايه حر وبيحكم على فكره القوه الشرائيه للنادي الاهلي، وعنده مغالطات كثيره جدا، وكان النادي الاهلي اللي قدر يشتري حسين الشحات بالمبلغ الكبير ده ما عندوش القوه الشرائيه ان هو يقدر يجادل الكابتن احمد فتحي، ونسى خالص فكره سياسه النادي الاهلي. وكمان ربط البطولات القديمه في بدايه من 2004 ان فكره كان فيه وكاله الاهرام، عندك لاعبين وعندك قوه شرائيه، فده اللي خلاك تجيب اللاعبين، ونسى خالص اي حاجه تخص انتماء او ميول لاعبين لنادي له براند معين او اسم معين زي النادي الاهلي. ده احمد اللي حابين ناكده، ان انت كلاعب وانت بتنتقل من نادي لنادي اكيد العامل المادي مهم جدا، زي ما هو تحدث وضرب مثال عن نفسه، بس هو ما ضربش مثال بالفكرة بشكل عام، هو تحدث ان انا تطلعاتي بتكون في الاساس في تقييم الاشياء وكأنها بدافع المادة، ومش ده المعيار الوحيد، اكيد المادة لها دور ولها عامل، ولكن يبقى في عنصر مهم ايضا، اللاعب بيدور على الشعبية، بيدور على الفاليو بتاع النادي اللي هو بينتقل إليه، بيدور على مجموعة من المعايير لإنجاز البطولة. قد يكون فكرة المادة واحدة من تلك العوامل وليس العامل المرجح في كل الأوقات. إزاي نرد الفكرة دي ونوضح الاجتزاء اللي هو عمله بأنه جاب حالة عمم عليها وكأن الحالة دي يقدر من خلالها يغير استنتاج المشاهد زي ما أحمد قال لكم. نشوف الفيديو ده الخاص بكابتن أحمد فتحي نفسه ونرجع نعقب. انا كنت ساعتها انا ومراتي بنتغدى بره، لسه متجوز، وساعتها الكابتن شوبير دخل مداخله معايا، فقال لي احمد ومبروك الزمالك، قلت له مبروك الزمالك، قال لي انت مضيت اعلنوا في نادي الزمالك، قلت له لا، نزول المكان في القايمه، ايوه قلت له انا ولا مضيت ولا عملت حاجه ولا حد كلمني اصلا نادي الزمالك. تاني يوم بقى راح ممدوح بس مكلمني، ف بيكلمني في الموضوع مش عارف ايه، وقال لي انا انت هتيجي وهتاخد كذا وهتاخد كذا وتمضي كذا وتعمل كذا. قلت له بالنسبه انا ما في ماليش انا اختيارات. قلت له انت بتديني اختيار انا اعمله يعني. قال لي ما انت كده كده مش تلعب عندك وهبطل ومش هتروح المنتخب ومش منتخب. قلت له خلاص انا مش هروح المنتخب وهبطل هنا وانا مش عارف مش هاجي نادي زمان. باشمهندس عادل القيعي جالي بعديها مضيت وخلصت وكان بالليل، جالي بالليل وتعشينا مع بعض. نفس اللاعب بيوضح ليك نسبية الفكرة. هذا هو اللاعب نفسه اللي أحمد عفيفي ضرب بيه المثال عشان يبني المغالطة بتاعته، هو اللاعب اللي في وقت قال له هديك كذا وهديك كذا على الأستاذ ممدوح عباس، وهو لدرجة أنه تهدد في مسيرته الكروية بشكل عام، ومع ذلك اختار النادي الأهلي. هنا عامل المادة ما كانش المرجح عند اللاعب، إذن عامل المادة مش عامل مطلق بالشكل اللي انت اتكلمت فيه، ده عامل نسبي. نفس اللاعب في وقت آخر شاف ان عامل المادة بقى مرجح، ليه؟ اللاعب عمل هيستوري كبير جدا مع النادي الأهلي في وقت شايف ان هو يقدر يعمل الكارير بتاعه زي ما كتب في البيان بتاعه يضيف ليه في حتة تانية بحسبة خاصة بيه، وشفنا ده مع إنيستا، مع تشافي، مع فيكتور فالديز حارس برشلونة اللي انتقلوا لأندية تانية بعد ما كانوا عملوا سي في قوي مع نادي برشلونة وعملوا بطولات كتير. إذن الموضوع لما يتقال بشكل مطلق هو مغالطة واضحة. كابتن هاني السعيد ليه وقع كان بيحكي فيها لما حاول يغير قراره من نادي الزمالك للنادي الأهلي، بيقول رحت قابلت الناس أنا عايز أرجع في كلامي وروح النادي الأهلي رغم أن العرض المادي كان أقل، فأنا قاعد معهم قاعدة رايح مكرر عشان كانت العقود مع كابتن محمد عبد المنصف أبوظها إزاي؟ إن أنا أحط رقم مادي مستحيل يتقبل. فقال له رحت ضارب رقم لقيت بيتقال لي تمام يلا مفيش مشكلة، ومضيت وخدت الرقم ده.
إذن اللاعب هنا أجبر بقى على تنفيذ العامل المادي، رغم أنه هو كان بيحاول رغم أن عرض الأهلي أقل يغير ويروح للنادي الأهلي لما النادي الأهلي فوضه. إذن عامل المادة عامل نسبي مش عامل مطلق زي ما أنت حاولت تغالط المتلقي. خلينا أتكلم بشكل مختلف، خلينا أقول أن الكابتن أحمد فتحي كان بيقول الكلام ده عشان يغازل جماهير النادي الأهلي في 2007، وأن القوة الشرائية للنادي الأهلي زي ما أنت بتقول كانت في 2007 أكبر من القوة الشرائية للنادي لأي نادي ثاني آخر في مصر. والحقيقة دي أيضا مغالطة، ومغالطة تاريخية، لأن وقتها الأستاذ ممدوح عباس كان بيقدر يجيب أي لاعب بأي سعر، وطبعا شفنا أجوجو وماجوجو وحاجات كتيرة جدا من اللي جات في فترة 2007 وما شابه، ونجوم كبار كمان وعودة كابتن أيمن عبد العزيز، فكان في موجود قوة شرائية كبيرة. ومش هناخد كلام الكابتن أحمد فتحي، ولا كمان اللي بالمناسبة شيفيلد يونايتد بعت خطاب لاتحاد كرة القدم المصري، وكان اتحاد كرة القدم المصري منتظر توقيع أحمد فتحي على عقده مع نادي الزمالك عشان محجوز له مكان في قائمة نادي الزمالك. هنقول كل الكلام ده ما حصلش، لكن هنروح لفكرة القوى الشرائية اللي كانت زمان زي ما انت قلت موجودة بسبب وكالة الأهرام، ونشوف أحد نجوم نادي الزمالك هو بنفسه بيقول ايه عن الكابتن او الاستاذ ممدوح عباس. نشوف النجم او الكابتن بشير التبعي عن فتره التعاقدات دي. السنه دي مستر هنري ميشيل طبعا ممدوح عباس كان كل يوم يجيب لعيب ماشي. يعني النادي الاهلي مثلا بيتكلم على كريم خطاب، هو ما بيسالش المدرب عايز ايه، ممدوح عباس الاهلي يدفع 6 لا يروح يدفع 8 9 ويجيبه، ابعت على فرنسا على طول ماشي. ابعت على فرنسا على طول المعسكر ماشي. الراجل اتجنن، الراجل ساب المعسكر في فرنسا عشان كده مش عشان هو ده السبب. طبعا، واي حد يقول غير كده كذاب، لان يامن انت عارف يامن بن ذكري بيتكلم فرنساوي. كابتن بشير التبعي بيؤكد القوه الشرائيه الماليه اللي كانت في وقت وجود الاستاذ ممدوح عباس، اللي في الوقت ده جبنا الكابتن احمد فتحي، اللي بالمناسبه انتوا تجاهلتوا جميع الامور الماديه ونسيتوا ان هو سياسه التعاقد او فكره التعاقد مع اللاعب. الاستاذ ممدوح عباس قال له ما انت كده كده قاعد في انجلترا وهتبطل كوره، فتعالى نادي الزمالك. ده ممكن يكون امر مستفز جدا للاعب، فاللاعب بيبقى عنده تحديات اخرى او مش هلعب في نادي زي ما احمد فتحي قال. وده برضو بينقل ان سياسه التعاقدات مختلفه جدا في النادي الاهلي، وكان وقتها الكابتن عدلي القيعي، وعلى مدار التاريخ النادي الاهلي سياسه التعاقدات مختلفه جدا. لكن حبينا يا فارس ناكد ان القوه الشرائيه في عهد الاستاذ ممدوح عباس كانت تضاهي النادي الاهلي، بل ربما اكتر كمان. وعشان كده محتاجين نشوف عقد لاعب من اكبر عقود اللاعبين اللي جت في وقتها، كان عقد فعلا رقم كبير جدا، عشان نؤكد وننهي خالص فكره ان العامل المادي كان هو العامل المرجح الوحيد اللي بيتميز بيه النادي الاهلي دونا عن الانديه الاخرى. نشوف الفيديو ده لكابتن ابراهيم يوسف ربنا يرحمه ونرجع نعقب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود 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 عبد الرازق حسن 8,125,000، خد دفعة أولى 2,031,000، وخد دفعة تانية 2,031,000، وخد دفعة تالتة 1,084,000 مبالغ تم صرفها من الدفعة التالتة، والباقي اللي هي الدفعه الرابعه اتخصمت منه. فاكر انا قلت لك اللي هي وقعت، الله ينور عليك، اللي هي قيمتها 2,049,000. يعني هو وصلوا 6 مليون الا شويه. لا، خد 75% من فلوس، 75% من ال 8 مليون اللي هو يعني القيمه اللي انا بقولها تقريبا، اللي هم ال 25 يعني الغرامه دي لحقنا قفشناها قبل ال 25 ما يتنزل الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف. كان من الظرفاء والشخصيات اللي انا محببه الى قلبي بشكل لا يمكن حد يتخيله، يعني شخصيه محترمه جدا جدا، ربنا يرحمه. حته قفشنا ال 25 دي قبل الغرام. بنتكلم في 75% من ال 8 مليون، يعني بنتكلم في 6 مليون جنيه تقاضاهم اللاعب عشان رجع بعد كده. كان بيتقال كلام ده عقد بس اللاعب ما خدوش، وان كان في برضه في دي مغالطه. لو انا بتفق مع لاعب وباجي اقول له انت هتاخد 6 مليون، بعد كده اللاعب وقع بناء على تحفيزك ليه ده ماديا وانت ما اديتهملوش، مش معنى كده ان العامل ده ما كنتش انت بتستغله وقتها، لان بالزبط انت اغريت اللاعب بالماده في الوقت ده برقم كبير. شيكابالا استلم 6 مليون اللي كانوا وقتها مبلغ كبير جدا، دليل ما كانش فيه عقود في النادي الاهلي بالقدر ده في الوقت ده اطلاقا. عقود راتب سنوي ما كانش فيه، كان عندك جيل طبعا بيحقق يعني بطولات كبيره جدا، ولكن كان عقد كابتن شيكابالا اعلى. اذا القوه الشرائيه ما كانتش مبرر تفوق الاهلي زي ما
البعض بيحب دايما يغالط. لا ده احنا هنرجع بقى نقول ايه، الاستاذ ممدوح عباس كان رجل اعمال وكان بيصرف من جيبه على النادي، فنروح لاجواء تانية ورئيس اخر لنادي الزمالك وفترة تانية اقل منها بس بسنة، هنروح لفترة 2006 تحديدا، عمرو زكي في النادي الاهلي. ولكن مستشار محترم منصور رئيس الزمالك وقتها بيعلن في مؤتمر صحفي عمرو زكي رسميا في نادي الزمالك. مش ده المهم، المهم ان احنا كان في تصريح في نفس الموقع، موقع في الجول، للباشمهندس عادل القيع وقتها قال الاهم. قال ايه؟ وكان عادل القيع مدير التسويق الرياضي بالاهلي قد اعلن في وقت سابق الاربعاء ان الاهلي قرر اغلاق باب التفاوض مع زكي نتيجه للمبلغ المالي الضخم الذي عرضه النادي الروسي لانتقاله، وهو 1.7 مليون يورو، والذي اعتبره القيع فوق طاقه سوق الانتقالات في مصر. ده موضوع بقى مهم جدا دلوقتي، مش رئيس منتخب، رئيس مش رجل اعمال، ومع ذلك عمرو زكي نجم وقتها منتخب مصر بيلعب في روسيا، النادي الاهلي او الباشمهندس عادل القيعي، طبعا النادي الاهلي متمثل في الباشمهندس عادل القيعي، شاف ان 1.7 مليون يورو ده رقم كبير جدا على السوق المصري، فخلاص طلعنا من الصفقه. مين بقى اللي كان عنده قوه شرائيه وقتها؟ نادي الزمالك اللي قدر يجيب عمرو زكي بالمبلغ ده او بواحد واربعة من عشرة تقريبا، في النهاية كان المبلغ اكبر بكتير، وده مبلغ بيدل، ان دل على شيء بيدل على ان فكرة القوة الشرائية كانت موجودة في نادي الزمالك، بس الازمة كانت في مكان تاني. طيب حتى لو هنقول ان النادي الاهلي دفع مبالغ كبيرة برضو في لاعب زي اكوتي منساه، ولكن في النهاية إجمالي التعاقدات لو شفنا الخبر ده في 2005 بيقول 80 مليون جنيه صفقات اللاعبين الجدد في الدوري المصري، الزمالك دفع 24 مليون والأهلي 21 مليون. هنا بنتكلم بشكل واضح عن القوة الشرائية، للي البعض بيعتقد أن وكالة الأهرام كانت عامل مرجح، فانت بغض النظر بقى عن الدفع، لان احنا اتكلمنا في موضوع وكاله الاهرام ده كتير جدا، فبنتكلم في نقطه تانية، انت ايضا كان عندك عامل مرجح تاني، انت اسقطته خالص وجيت اظهرت العامل المرجح بتاع النادي الاهلي حتى لو هو كان عامل مستحق، ويا بخت اللي كلامه بيتصدق عشان جمهوره ما بيرجعش وراه. ماشي، ولكن احنا اثبتنا بوجود رجل اعمال وبوجود رئيس منتخب ان القوة الشرائية للزمالك كانت تضاهي القوة الشرائية للنادي الاهلي، وفكرة اللعب على موضوع وكالة الأهرام، أعتقد وكالة الأهرام برضو كانت راعي للنادي الأهلي من 2000 ل 2004، وقدرت تكون أنت كنادي زمالك فريق قدرت تحقق 11 بطولة أو 16 بطولة، 11 بطولة تقريبا في أربع سنين، وده رقم قياسي وتاريخي، وبرضو كانت وكالة الأهرام راعية للنادي الأهلي وقتها، ما حدش اتكلم عن وكالة الأهرام، لكن ده مش موضوع وكالة الأهرام. والنقطة اللي الناس بتتكلم فيها أو اللي أنت اتكلمت فيها، أن النادي الأهلي كان بيطلع من ميزانيته 9 مليون ويقول هدي لاعب 9 مليون، ونادي الزمالك يقول هدي 10 مليون، او اي نادي يقول هدي 10 مليون، بس انت بتشيل 6 مليون تانيين من المحبين او من الاعلانات، فبيوصل انكم توتال انكم بتاع اللاعب في السنه ل 15 مليون. الكلام ده مش صحيح، وحتى لو صحيح طب ما جربناهوش ليه مع احمد فتحي وعملناه، واحنا كنا قادرين نعمل نفس القصه. النادي الاهلي له سيستم وله سياسه وله تحديد فئات وله كمان طريقه يعني محترفه في ابرام الصفقات والتعاقد مع الصفقات، ولكن في النهايه انت مش هتقدر بتتعامل مع جميع انواع اللاعبين، في لاعب بيفكر في مصلحته، في لاعب بيفكر بشكل مختلف، في لاعب منتمي، في لاعب محترف، ده ترجع للاعب ما ترجعش للاستنتاج الخاطئ لفكره القوة الشرائيه. الاهم من كل ده ان في لعيبه اصلا لعبوا نادي الزمالك وجم بملايين لنادي الزمالك، ومع ذلك كان بدون ضغط عليهم كانوا يتمنوا يلعبوا في النادي الاهلي ولو شهر. نشوف الكابتن حسام باول. اتمنى نشوفك في النادي الاهلي يا حسام. والله يا كابتن مصر انا اتمنى لو العب في النادي الاهلي لو شهر واحد. شهر واحد بس. شهر واحد. عايز تلعب في النادي الاهلي شهر واحد؟ اتمنى العب في النادي الاهلي شهر واحد. اعتقد الامر هنا واضح جدا، لفكره بقى لا ضغوط ولا فكره قوه شرائيه، ده كمان لاعب في نادي الزمالك وبعد كده طلع اعاره من نادي الزمالك ودفع فيه 7 مليون كاش. طبعا لسموحه فرج الاستاذ فرج عامر طبعا ما بيهزرش في الحاجات اللي زي دي، ده فيه 7 مليون كاش، ومع ذلك اللاعب بعد ما لعب في نادي الزمالك قال لي اتمنى العب في النادي الاهلي لو شهر واحد. عندنا فيديوهات كتير قوي ونماذج عديده جدا، وطبعا احمد سمير مع احمد جمال عرضناه قبل كده، الراجل زملكاوي قال له لو تعرض عليك الاهلي والزمالك بنفس الرقم قال له روح الاهلي طبعا، قال له ليه هتروح النادي الاهلي؟ قال له النادي الاهلي شخصيات، في حاجات في النادي الاهلي بيتم
استخدامها بتاريخ وموروثات في إبرام التعاقدات بعيدة كل البعد عن فكرة العامل المادي اللي هو بالفعل مهم، ولكن للنادي الأهلي بيمتلك لك أرصدة كتير جدا بجوار القوى الشرائية. فارس كمان وليد صلاح عبد اللطيف وهو لاعب زملكاوي وكتير جدا بيخرج بتصريحات عدائية تجاه النادي الأهلي، كان ليه رأي في النقطة دي؟ نروح ونسمعه. أنا عايز أعرف حاجة، هو ليه لعبة الزمالك متحفزة الكهرباء؟ قصدي حضرتك يعني أنا أيوة ليه؟ يعني برضو الفكرة ليه؟ ما هم عارفين طريقة. طب ما هو الزملكاوية هيقولوا لك هو اللي بدأ، كذا لعيب الزملكاوية عايز يمشي يروح الأهلي، كذا لعيب زملكاوي نفسه يلعب في النادي الأهلي، وبتتكلم في أوقات كان عقود الفردية لنجوم نادي الزمالك كانت كبيرة جدا، بس أكيد في عوامل تانية مختلفة إن أنا لما أنهي مسيرتي ألاقي في السي في بتاعي بطولات أقدر أسعد بيها اللي كانت غايبة عن الزمالك بوقت كبير جدا في اللحظة دي. أعتقد يا فارس فكرة القوى الشرائية بقت واضحة للمشاهد وواضحة بشكل كبير جدا، وفكرة كابتن أحمد فتحي انتقل لمقابل مادة أعلى، ولكن احنا قلنا الاستنتاج خاطئ، فما فكرة إنك تلعب على بطولات النادي الأهلي المستحقة بجيل مستحق بشهادة كل الناس فكرة يعني مش محببة، وادينا بنرد برضو عشان نذكر الناس. لكن في فكرة أخرى أو تصريح آخر كان غير محبب، وللأسف ربما الناس ما بتدركش قيمة الرموز في بعض الأوقات، ممكن يكون ما عنديش ميول لرمز ما، مش موجود الرمز اللي أنا ألتف حوله في مكان ما، ولكن احنا عندنا في النادي الأهلي رموز ورموز كثيرة جدا، وطبعا حاليا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب برضو البعض استغلها، أو الكابتن أحمد عفيفي حاول يستغل للضرب برضو في نقطة معينة جدا. تعالوا نشوف فيديو عفيفي ونرجع نعقب. ليه الناس بتقول إن اللعيبة بتروح الأهلي بتشوف مش عارف الكابتن خطيب بيجي لهم شرار عاش وينزلوا على الارض ويمضوا على بياض؟ ليه بيقولوا كده؟ هذا شأنهم. طب ليه انت بتصدق؟ هذا شأنك. ليه انا شايف ان الموضوع ده يعني مثير للضحك؟ هذا شأني. هذا شأنك، لكن الحقيقه موجوده، الفكره كلها موجوده، عندنا نماذج كتيره جدا وامثله كتيره جدا، واحنا قلنا فكره الرمز عندنا في النادي الاهلي له معزه خاصه، له محبه خاصه، له دلاله على اللاعب وقت التوقيع معاك. عشان نكون واضحين وواضحين تماما، فكره التوقيع على بياض هي فكره بتتم عبر اتفاقات الاول واللاعب بيوقع على بياض، لكن انت ما فكرتش في مره ليه لعيبه النادي الاهلي بتوقع على بياض؟ لان في ثقه داخل النادي الاهلي اللي اتفقنا عليه هيتكتب جوه العقد. لعيبة تانية في أندية أخرى بتتفق على مبالغ أخرى، وبتلاقي الموضوع بيدخل في سكة قضايا بعيدة جدا عن فكرة الثقة بين اللاعب والنادي. ولكن قضيتنا الكابتن محمود الخطيب وتشكيك في فكرة أن اللعيبة أو الاستهزام من فكرة أن كانت في لعيبة لما بتشوف الكابتن محمود الخطيب بتوقع. أحيانا بيكون داخلك وانت بتتكلم مثل انت مش قادر يكون عندك حاجة نظيرة لي، فبيكون ردك هو فكرة سخرية. أعتقد أنت اقتطعت أجزاء كبيرة جدا 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 من المنطق والموضوعية، لأن في وقائع على لسان نجوم بتتحدث عن إزاي تأثير كابتن محمود الخطيب عليها في المفاوضات كان حاسم، وكابتن محمود الخطيب شخص يؤمن بالمؤسسية أكيد كله بيعمل أدواره، ولكن بتيجي وقت الرمز أو الكبير بيكون ليه تدخل وبطريقته وبفلسفته وبشكل ورقي النادي الأهلي، ومين ما يحبش يقعد مع كابتن محمود الخطيب. نسمع كابتن محمود الخطيب وبيحكي عن وقعة خاصة بكابتن محمد أبو تريكة، ونرجع كمان نوثق الوقعة دي. نطلع للفيديو. أنزل عليكم موجودين طول الوقت. نزلت لقيته هو لوحده. قلت له فين محمد؟ قال يا كابتن محمد واقف بره مكسوف. وفي الشارع. فقلت له يا ابني مكسوف من ايه؟ قال لي هو يعني مكسوف انه هيقابلك يعني. فاخدته معايا في العربيه ورحنا على اول الشارع، كان الدنيا برد جدا. ولقيناه واقف في الشارع على النصر كده، فرحنا واقفين خدته معايا في العربيه. فعايز افتح الكلام يا ابني انت معانا، واحنا ارقامنا ما بتديش ارقام كبيره، وممكن يكون لكن في يعني في ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك في النادي الاهلي وتبقى عايز امهد الكلام. فقال يا كابتن انا قلت لوالدي ان انا جاي قبلك، فكان والدي عايز يجي معايا. كويس، فاحنا اهلاويه جدا واحنا مش عارف ايه كابتن اللي انت انا همضي بدون ما اتكلم في حاجه. ده اول مره.
اول مقابله طلع العقود برده وخدته بقى ساعتها رحت مكلم عادل الكاف قلت له عادل انت فين انا في بيته قلت له طب حضر العقود دي وما كانش حتى عارف مين ورحت كمان رحنا مضى الولد وخلاص موضوع ولا اتكلم في مليم ولا اتكلم هياخد كام ولا ده هيدوني كذا ولا اتكلم في كلمه. كابتن محمود الخطيب اللي بيروح السودان بيروح اي دوله عربيه بيروح اي مكان بيعامل معامله استثنائيه. اكيد اي لاعب يحب كابتن محمود الخطيب ويحب يحس ان قامه وقيمه زيه يحب ان اللاعب يكون موجود في فريقه. دي الفاليو بتاعه النجوم كلها. ولما بنشوف حتى في فكرة استثمار النجوم في أندية كتير لما بيجي يستغل الكادر عنده ويوظفه في حاجة لأن الكادر شعبيته كبيرة فيقدر يكون له عوامل تنجحه في أي مجال هو ده اللي النادي الأهلي بيعمله من خلال كابتن محمود الخطيب اللي بيتدخل حينما يستدعي الأمر أن يتدخل. أكيد أكيد الواقعة دي لسه في كلام عنها. أكيد يا فارس لكن أنا حابب أكد على فكرة الرموز وتحديدا مش كابتن بس محمود الخطيب طبعا رموز النادي الاهلي عديده جدا ولكن ايضا الكابتن صالح سليم كان مين في مصر لاعب يقعد مع كابتن صالح سليم قيمه النجم احمد بشير طبيعي انا مش عارف أنا هو معترض عليه قال الكابتن فاروق جعفر طبعا الكابتن فاروق جعفر رمز كبير نادي الزمالك ولكن هو محبب ايضا لجماهير النادي الاهلي قال لك وانا صغير شفت بس الكابتن صالح سليم بيمشي بالعربيه جريت وراه حوالي كيلو او عشان اسلم بس عليه واتصور معاه ممكن يكون في استثناءات بس انا زي ما قلت لك هو بيشتغل في الكلام كله على الاستثناء ويحوله لقاعده هي دي المغالطة وسهل جدا تداركها في الكلام لان للاسف ده اضعف شكل من اشكال المنطق بالظبط احنا مش بنقول كل لاعب هيقعد مع الكابتن مستحيل محمود لكن هي بتبقى فكره اللاعب ده بيحب كابتن محمود الخطيب من صغره وهو شايف الكابتن محمود الخطيب اللي كان وقتها اللاعب المفضل بالنسبه له وده اللي حصل مع تريكا وهنروح بعيد ليه يعني بس اوعى تشكك كمان في كلام تريكا تريكا وهو بيحكي الواقع بتاعه توقيعه كاول مره ينضم للنادي الاهلي نشوف تريكا ونرجع بعدها في نفس اليوم بالليل مجدي محمود جاله تليفون من باشمهندس عدلي وقال له احنا عاوزين محمد يبقى معانا فروحنا قعدنا وحصل كابتن عدلي وكان الكابتن حسام البدري موجود فحصل اختلاف لحاجات معينه حاجات بسيطه يعني فنزلنا ما اتفقتوش ما اتفقناش فنزلنا فخلاص جه تليفون تاني لمجدي من كابتن الخطيب فقال له لا انا عاوز اشوف الولد نفس اللفظ كده قال له الولد بيحب النادي قال له هو بيحب النادي وهو عاوز يروح الاهلي فقال له خلاص تعالى كان كابتن الخطيب عنده فرح في مدينه نصر فرحنا له بالعربيه فمجدي هو اللي قبل لوحده وبعدين يعني دخل الفرح قبل جوه وانت قبل كنت مستني في العربيه انا كنت لا كنت مستني بره فهو مشي في بعد خرجوا هما الاثنين من الفرح وبالظبط وقفوا العربيه فانا ركبت ورا في ورا كان كابتن خطيب هو عربيته هو مجدي فقال لي خد انت على العود دي لا انت اول لق اول 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 لقاء هو ده الاول يعني لقاء. اول ما اول وهله كده قال لي اول وهله قال لي خد انت رحت الموضوع انتهى طيب انا يعني كابتن خطيب من الناس اللي انا بحبها جدا طب هو قال لك خد انت بايه بقى خد انت بالايه بالقلم الألم ده بالقلم ده هو القلم ده لا مش القلم ده زي القلم ده انت خدت القلم بقى احتفظت بيه لا انا خدت حاجه احتفظت بيها هو ما انا هقول لك الحكايه اهو الحكايه رحت ماضي ايه احسن تكون خدت العربيه احتفظت بيها لا بيه. لا هقول لك خدت العود ومضيتها ما شفتش بقى العود اتفى ولا ايه ولا كان يعني اول ما شايفك الكابتن خطيب قال لك ازيك عامل ايه ازيك عامل ايه ازيك يا ابني ازيك يا ابني انا بحبه جدا فخد انت العود دي فانا ما مجدي مش قال لي مش استنى ما نشوف نعم اتفقنا عليه قلت له لا هو كابتن خطيب ليه كاريزما وليه هبه كده معينه اما وانت كنت اول مره تشوف الكابتن خطيب اول مره اشوفه على الحقيقه ما شفتوش قبل كده لا هو كان سايق العربيه ومجدي جنبه وانا وراه طيب ما انت معذور لازم تمضي اما انا هتعمل ايه هتروح لا من الناس اللي انا بحبها جدا فهو اللي شدني هو كلم مجدي قال له الولد بيحب النادي هو عايزنا ولا لا الولد بيحب النادي قال له فجيت فرحت الماضي وخلاص فهو كتب هو بعد ما مضيت قال لي يا ابني عشان تمضي عشان تضمن حقك هو تضمن حقك انا هكتب لك شيك الحساب الخاص الحساب الخاص فكتب الشيك كابتن خطيب
من حسابه الشيك مكتوب عليه اسم كفاءه خطيب. فانا ايه خلاص الاتفاق اللي احنا خلاص هبدا من اول السنه مش هروح في يناير. فهم عملوا مفاوضات مع نادي ترسانه وباشمهندس حسن فريد فالموضوع خلص. بعدها بشهر ولا شهر ونص لقيت كفاءه خطيب بيكلمني يا ابني ما صرفتش الشيك ليه؟ انت ما صرفتوش من ساعتها؟ لا ما صرفتوش. نسيت ولا ايه؟ مش نسيت احتفظت بيه. احتفظت بيه ذكرى. يبقى الشيك اللي خدته ذكرى. قال لي يا ابني انا براجع الحسابات قالوا لي ما صرفتش الشيك مش هتصرف الشيك. قلت له انا هحتفظ بيه يا كابتن. قال لي صوره احتفظ بيه. حوار لذيذ ومن حقك ان انت تشوفه وتضحك. ده موضوع يخصك لان كل في النهايه كل شخص بيميل للفكره او للاتجاه اللي مؤثر معاه في شخصيته. وهو انت ملت للاتجاه بتاع الكابتن احمد عفيفي ان هو بيبحث عن فكره الماده هي الاهم. فبالتالي انا ممكن انتقل من نادي لنادي من قناه لقناه من اي انتماء لاي انتماء مقابل الماده. ده فكرك وده شانك ويحترم وعادي. من اراء في رئيس نادي لاراء في نفس رئيس النادي لاسباب الجمهور كله يعلمها. لان لو بتتعلق باداء فقط خلاص ما فيش مشكله. انما لما بتتعلق بمبدا وحاجات تخص الجمهور اعتقد حاجات بتكشف كتير جدا. في النهايه كل واحد حر في رايه حر وهو من حقه ان هو ياخد الاتجاه. لا يغلط على النادي وانا من حقي ان انا الاتجاه ده لا يروق لي. اهو مش هقول هضحك عليه ولا استهزأ بيه ولا حاجه. لا يروق لي الاتجاه ده. ومن حق الكابتن محمد ابو تريكه يدي جوانب انسانيه جوانب ترتبط بالمشاعر. الكابتن محمد ابو تريكه اتعرض عليه عرض الهلال 2008 في الطياره كان موافق برقم كبير جدا ولكن نزل المطار لقى الجماهير منتظره النادي الاهلي وهو سادس العالم وخسران بطوله كاس العالم للانديه ومع ذلك خد القرار في المطار لما لقى الجماهير. وقتها الجماهير حطت له يافطه كبيره جدا عرفت احنا ليه بنحبك. في ناس بتفكر في السكه دي وبتاخد الرمزيه دي وفي ناس تانية هدفها الماده. ده من حقه وده من حقه وانت من حقك تميل. بس ده ليه مكان عندنا وده ليه مكان عندنا. ما احنا قلنا العقل بقى والقلب بالظبط. بس هو الفكره العقل والقلب. فده كان كابتن محمد ابو تريكه. ولكن كابتن محمد ابو تريكه لو اولهم اكيد هو مش اخرهم. مش اخرهم يا احمد لان كمان قد تعتقد ان الكلام ده كان على سبيل الاستثناء. بس هو ما كانش على سبيل الاستثناء. نطلع ونشوف كابتن محمد بركات بيقول ايه عن كابتن محمود الخطيب. ما قعدت جوه النادي الاهلي 19 سنين. انا جيت على بغدويه يعني انا جيت هنا كان هو دايما بيحتضنني كان هو دايما اللي بيجدد لي عقد. لما بتلاقي فيها اي حاجه خالص على طول ياخدني يضحك عليا بشويه جمبري ويجدد لي عقدي. بس يعني كنت احب اتدلع شويه عشان اقعد مع الكابتن محمود الخطيب وكده لان طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بقول له ربنا يوفقك وتبقى الفتره بتاعتك دي كلها بطولات وتستمر في الانجازات عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هو بوجه له بقى الرساله الاخيره. كل من كان قريب من كابتن محمد بركات يعلم جيدا انه كان بيحب جدا فكره ان يحس ان كابتن محمود الخطيب شخصيا يعني الموضوع بشكل شخصي عنده حرص ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. دي كانت دايما بتبقى العامل المرجح عند كابتن محمد بركات في استمراره مع النادي الاهلي انه يحس ان رمز زي كابتن محمود الخطيب بيحب انه يكون محمد بركات جوه الفريق. خاصه لما بيكون العزومه على سمك وجمبري زي ما بركات راح بعد كده سمك طبعا الكابتن بركات برضو كل المقربين منه عارفين ان هو صريح ما بيحبش لا لف ولا دوران ولا بيحب ادعاء اي حاجه. فبالتالي الكلام اللي هو بيقوله كلام هو مش مجبر عليه. ومع ذلك كابتن محمود الخطيب بالتاكيد له توثيق لواقعه كابتن محمد بركات. نشوف الكابتن محمود الخطيب وهو بيحكي عن تجديد محمد بركات. فكان يوم تجديده يعني قعد يتكلم مرتين ثلاثه مع الاداره اللي عندنا اللي بتولي الكلام دوت عدلي القيعي وهادي خشبه يعني مجموعة بتاعتنا يعني سعيد ابو حفيظ. فسمعت الموضوع طول شويه فكلمته قلت له يا ابني انا عايز اشوفك انا عايز نبقى في استقرار بس يعني عايز اشوفك يا محمد. فالحقيقه في نفس الوقت خد يعني قعدنا مع بعض في نفس اليوم لقيته قال لي يا كابتن تتكلم معايا في ايه؟ راح طلع الاوضه ماضيها ده حصل ولا اتكلم في حاجه ولا اتكلم في حاجه. ما دي من الحاجات اللي بقول لك يعني الواحد يعني الحقيقه الواحد بيشيلها يعني وحاجه جميله جدا ما اتكلمش في حاجه خالص. الراجل راح ماضي على طول يا كابتن اللي انت عايزه انا اتصرف فيه وانا اهو وانتوا بقى نلاقي تصرف زي ما انتوا عايزين. حابين نؤكد بس على فكره مهمه جدا. لو هي فكره ماده سيبك بقى من بعد عن القوى الشرائيه خالص. كابتن محمد بركات تحديدا كان جاي منين للنادي الاهلي اول مره؟ جاي من العربي القطري. وطبعا حضراتكم عارفين المبالغ اللي بتدفع في دوريات الخليج. يمكن كابتن محمد بركات نفسه قال لك انا كنت عايش حياه الامراء
كابتن عماد النحاس جاي منين؟ بالمناسبه كابتن بركات لعب في الدوري السعودي والدوري القطري، يعني الماديات اعلى بكتير. كابتن حسين الشحات، يمكن قلنا الكلام ده قديم ولا حاجه، كابتن حسين الشحات جاي من الدوري الاماراتي الى عين الاماراتي، لعب معاه كاس العالم للانديه، ومع ذلك الجميع يعلم ان كابتن حسين الشحات متنازل عن مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا. وطبعا نموذج الانتماء الكابتن وليد سليمان وفكره ازاي مشى في مرحله وصلت للانهيار عشان النادي الاهلي فلوس. وكمان عمرو السوليه فارس ساب للشعب الاماراتي، ساب للشعب الاماراتي ربع عقده تقريبا بالظبط. فالامور دي كمان لو انت بتتكلم على المحلي ده، احنا بنجيب لك ناس اصلا كانت موجوده في الخليج وفضلت اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي على فلوس الخليج، لان اللي اكيد انت مش مدركه ان تيشيرت النادي الاهلي هيظل حلم كل لاعب او كل طفل لمست قدمه كره القدم. نختم بقى بكابتن شريف عبد الفضيل اللي من داخل قلب نادي الزمالك غير وجهته للنادي الاهلي لما عرف رغبه النادي الاهلي فيه، وفي اللحظه اللي اتقال ان هو عرض عليه اي شيء عشان النادي الزمالك ما يخسرش فنيا ومعنويا، نروح ونشوف قال شريف عبد الفضيل. مهم قوي، ليه رحت الاهلي ما رحتش الزمالك؟ مين مجنون ما يروحش الاهلي؟ مين مجنون ما يروحش الزمالك؟ انا مجنون، عمري ما هبقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ انا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظه ان انا رحت النادي الاهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك. انت بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا وفي الوطن العربي وترتيبه عالميا. وغير كده مين ما يحبش النادي، مين ما يروحش النادي؟ لا احنا ما نقولش مين يحبه ومين يكره. بص السيف، انت حضرتك تحب، انت لازم طبيعي 50-50 يعني. لا بالنسبه لي انا لا انا بالنسبه لي فعلا الاثنين كائنين كبار. طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ما بقللش منه اطلاقا، انما انت بتكلمني انا اختياري انا ساعتها في الوقت ده انا كان اختياري كله النادي الاهلي. مين مضاك في الاهلي؟ مضاني في الاهلي كابتن عادل القيعي والحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد يوسف وكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا اخدت اللي انت عايزه، ولا دخول الكابتن الخطيب فرق في القصه؟ كابتن الخطيب اصلا لما جه كلمني في التليفون اقسم بالله مضينا في 5 دقائق. اقسم لك بالله في 5 دقائق كنا ماضيين على بياض ومشينا. قلت له يا كابتن نادي الزمالك كان جاي ورايا بشنطه تانية، شنطه فلوس ضعف اللي ما كنت عايز. قلت له لا خلاص هو الاهلي. اضحك الصوره تطلع حلوه واسمع الصوره تطلع كامله. شريف عبد الفضيل بمنتهى الوضوح، الكفتين مش متساويتين، وده ما يزعلش حد لانه رد عملي، وهربت عشان خاطر النادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب في المفاوضات في مجرد 5 دقائق من كلامه كانت الامور خالصه. الصوره كده كامله للي حابب يشوفها كامله، واللي ما عندوش عوار في منطقه دائما. تاريخ النادي الاهلي خط احمر، مش بس عشان ده لون شعاره، انما عشان بالنسبه لجمهوره ومسؤوليه ممنوع المساس بيه او النيل منه. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.